صباحو كومون سافا؟ اول شيء بحب اقول لكم بونجور، كومون سافا؟ كلكم سوا، اشتقت لكم كثير. نهار الجمعه احلى نهار بالجمعه. طبعا معكم اخصائي التغذيه مونيك باسيلا زعرور والمخرج جوجي رجيس على الموعد كل نهار جمعه بين 12 والتنتين. بحب انه اجي على الراديو يقولوا لي مونيك بلش الواتسابات من عبكره، من وجه الضوء العالم عم تبعث لك واتسابات، فما في احلى من هالشعور. حس انه العالم ناطره برنامج صحي وسريع قد ما انا ناطره اطلع على الهواء لنحكي بعالم التغذيه اكثر واكثر. طبعا جو على طول معنا، بنقول لك بونجور جو، ميرسي على البروموسيون الحلوه. اللي بيسمعنا بيقول هذا برنامج حنك يعني كل الوقت، بس هو حلو المزح يعني، بنجرب نوصل المساجات مثل ما لازم على طول. مرسي على البروموسيون غير شكل. واليوم طبعا رح نحكي عن كتير مواضيع بعالم التغذية إذا نسمح لي، وإذا لا واتسابتكم وأسئلتكم أنا على طول بقدر منجاوب من خلالهم عن جد أكتر المستجدات وأكتر إشياء جديدة بعالم التغذية. بحب لكم وطمنكم أنا ما بتمرق جمعة ولا ممكن تمرق جمعة ما كون يعني مراجعة كل شي صاير بعالم التغذية، وكل اللي بحكي من أجد شي منخلطهم بخبرتنا بعيادات التغذية بصحي وسريع. نحن بعياداتنا بنجتمع على القليل أقل مرة كل شهر لنحكي عن كل شيء، أوقات نجتمع مرتين بالجمعة، غير أنه أنا بنطني أوقات من عيادة لعيادة وبنشوف عالم وبنشوف كل الكيات وبنشتغل نحن كتيم. ما بتصور بلبنان كله في تيم مثل تيم صحي وسريع، فبحب وجه لهم تحية لكل البنات بالعيادات وقول لهم الله يعطيكم العافية والله يقويكم. واتسابيتكم طبعا 0389-91-99، سجلوا هذا الرقم 989-91-99. بليز سكروا شبابيك، 30 ثانية المساج على السريع صحي وسريع، وما تعيدوا كتير لأنه عن جد دغري بفهم شو بدكم يعني، ما كتير تعيدوا الفكرة. إذا بتحبوا تسمعوني صوتكم أكيد على 0595-88-85. يعني شو بدي أخبركم، عم نقرأ هالأيام عن قصة المواشي واللحمة وقدي العالم صايرة عم تاكل لحمة أكتر بكتير 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 من ما كانوا جدودنا ياكلوا، وما بتتخيلوا ما بتتخيلوا إنه اللحمة قدي بتلوث البيئة. يقال إنه من أكتر الأشياء اللي بتلوث البيئة هي أكل اللحمة. كل كيلو لحمة بيأكله الإنسان بيكلف البيئة كتير كتير أشياء، ولح خبركن ليه. لو كنت تخيلوا أول شيء المواشي كلها، apparently المواشي بتظهر غازات، يعني غازات مثل كل مثل الإنسان مثل حيالله حيوان بيظهروا غازات، بس بيظهروا الميتان يلي هو بيلوث البيئة أكتر من 25 مرة من الكربون ديوكسيد. ويقال إنه المواشي هي من أسباب ليش صار في مشاكل بالأوزون. يعني ما بتتخيلوا إنه البقر وكل هالنوع المواشي اللي الإنسان صار عم بيربيهم وياكلهم بطريقة كتير كتير عالية قدي عم تأذي الانفايرمنت. كمان غير إنه هن بيظهروا هالغازات يلي شيء مرعب قدي عم بيأثروا على البيئة وعلى الكلايمت كله. الأكل تبع المواشي منه طبيعي، فالأكل تبع المواشي بيستهلك كتير كتير أراضي، بيستهلك كمية مي هايلة، بيرشوا كتير حتى الأكل تبع المواشي يضل منيح، والرش طبعا كتير بيأثر على الأنهار وبيأثر على الهواء وبيأثر على البوليوشن كله، وكمان بيكبوا كتير فرترايزز يعني مؤولة حتى يطلع هالأكل بسرعة. فالعالم اللي كتير كتير بتفهم بموضوع الانفايرمنت وبموضوع التلوث البيئي بتدعي العالم، مع انه بيقولوا انه الانسان بحد ذاته اذا خفف من اكل اللحمة لحاله مش لح يأثر، بس هذا الشيء بده يصير على صعيد عالمي. فبركي من خلال صحي وسريع، غير انه كترة اللحمة منا منيحة لصحتكن ومنا منيحة لإلكن، ولكن المواشي شيء كتير كتير مأذي للبيئة. وخليكن قد ما فيكن، مش عم بقول وقفوا، نحنا لازم ناكل لحمة بكميات معتدلة وقليل، يعني الإنسان منه بحاجة تخيله كل الأسبوع أكتر من 200 جرام. فإذا بتاكلوا على طريقة الأكل اللبناني مثل ما نحنا منكتب بكتاب صحي وسريع، بتكونوا عم بتفيدوا الانفايرمنت وبتفيدوا البيئة، ومش ضروري تاكلوا لحمة بكميات كتير كبيرة. وجور يعني اليوم الدليفري صارت أكتر بكتير، والدليفري كلها مبنية على الدجاج وعلى اللحمة، وهذا الشيء كتير 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 عم بيأثر على البيئة. يعني ما بتتخيلوا قديش هالشيء عم بيكون عاطل، وغير أنه
بقية البقر وبقية الحيوانات عم تنكب وين ما كان، وخاصة عنا بلبنان يعني. فعقبال ما يصير في توعية أكتر ونرجع نتعشى وناكل مثل ما كانوا ياكلوا، نحنا كنا نتعشى أيامنا ساندويش لبنة، ساندويش زيت وزعتر، ساندويش جبنة، هذا الشيء صار مفقود أبدا أبدا. ما بقى في ولد بيقبل ياكل عروس لبنة، على طول بدنا ناكل يا دليفري، بدنا ناكل أشياء سريعة، أو بده يصير في مقالب بالبيت كل يوم كل يوم، كرمالنا عم نروح بالعرض، كرمالنا عم يزيد وزننا، كرمالنا عم بتزيد الأمراض، كرمال أمراض السكري والضغط عم تكتر كتير كتير، وعم بتصير على عمر أصغر وأصغر، وهلما جرى. يعني يقال صحيح أنه في كمان كبار العلماء بيقولوا أنه الإنسان اليوم وصل على أكتر نسبة عمر بعيشه من وراء الأدوية ومن وراء وهيك، بس فرمنا الأرض وهلكنا الانفايرمنت حتى نقدر نوصل لهون. هذا الشيء حيلعب ضدنا قريبا جدا. يعني نحن هلأ أكتر الشعوب عم بتعيش هي يمكن بهالأيام، بس إذا نتطلع لبعدين، يعني كيف واحد كان عنده مصاري كتير بالبنك وعصرهم كلهم وهو أخذهم وما خلى شيء لأولاده ولا لأولاد ولاده، هيك نحن عم نعمل بالأرض. اللي عم نعمله بالأرض من طريقة أكلنا وطريقة يعني تلوث البيئة، ولاد ولادنا حيدفعوا حقه كتير 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 غالي. تستوعبوا أنه يقال أنه من هلأ لسنة 2050 ما مفروض بقى نقدر ناكل سمك من البحر، كل السمك اللي حناكله لح يكون سمك مزارع، ما بقى لح يبقى سمك بالبحر حتى الإنسان يقدر ياكله. قد ما عم ناكل بكمية كبيرة، قد ما عم نكب، قد ما عم نتصيد أكتر بكتير بكتير من ما لازم. طبعا اللي بده يعمل فحص دهن مجاني، ما قلكن غير تكتبوا لي كلمة فتس. في كتير عالم بلشت تكتب فحص دهن، وبدي قلكن أنا اليوم عن جد عن جد حابة هالسنة أعمل هيك مثل توعية. قد ما عم بسمع إنه خلص مونيك مثلا بلتقى بحدا على الطريق، هيدا هالجمعة كمان صارت، يلا يلا برجع لعندك بجانفيه رح مرق العيد وبرجع بجي بجانفيه، لا 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 لا. ولا اللي بده يضعف واللي عنده مشكلة انه يضعف، هلأ بديسمبر هي احسن وقت تبلشوا تعملوا الرجيمات. يمكن على القليلة على القليلة بيخلص ديسمبر بيضل وزنكم هو زيته، لانه اذا تركتوا حالكم صدقوني صدقوني لح ترجعوا بديسمبر، لح تكونوا بجانفيه لح تكونوا زدتوا 3-4 كيلو، وحنرجع وهولي اجمالا وحسب الاحصاءات وحسب الدراسات بيلزقوا بيلزقوا ما بيعودوا يفلوا. فمن هلأ اللي عنده شك، اللي حابب ينتبه على أكله، اللي حاسس أنه لازم يضعف، هلأ لازم تكونوا عم تحكونا، بعتولي كلمة فاتس نعملكن ريدكشن عليه هيدا على الكونسلتاسيون، وهيك بنتعرف عليكم وبتبلشوا تنتبهوا على أكلكن هلأ. وبوعدكن وعد شرف ما بتنحرموا بشي بفترة الأعياد. كريستين عم بتقلي هاي مونيك، ساندويش الزعتر وزيت فينا نعتبره كغدا إذا كنا بالشغل وما كان حدنا شوبس فيهن إشي صحية. شو معقولة تاكلي يا كريستين شي صحي أكتر من ساندويش الزعتر وزيت؟ أكيد 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 ساندويش زعتر وزيت مليونين ألف مليار مرة ساندويش زعتر وزيت مع خيارة إذا بتشبعي كغدا من ما تطلبي دليفري، يعني ما بيتقارن. يعني عم تحكي شيء ما حدا منا بيعرف قيمته، خاصة إذا كان الخبز أسمر، يعني قمحة كاملة، مش ضروري أسمر يكون لونه أسود، بس معمول بالقمحة الكاملة وعم تاكلي معه خيارة، وإذا فيك مثلا تشربي معه لبن بيكون كامل متكامل غداك رائع. صباح وكيفك يا مجرمة. يا صاحبي تقطشب كريب بالعالم أكله مع كريب كربياتك 900 جرام شوكولا، بليز اعطيني أفكار لحشوة الكريب. وبدي خبرك أنه نحن أخذنا قرار نخفي الآيباد والموبايل من حياتنا، وهيك صار، وبدلناهم بآلة الرياضة. فكينا تخت من غرفة الولاد وحطينا محله. شو رأيك الفورتنايت خلت ولادي يزيدوا 20 كيلو فوقن كوليسترول؟ دعيلي اربح الحرب اللي بلشتها لك. ألف 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 مبروك، إذا بلشت حرب ما فيك ما تربحيها. أنا برأيي ما تخفي الآيباد والموبايل، بعطيهم لحدا إذا بيقبلوا. بالفورتنايت أكيد 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 إنه كارثة 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 كارثة.
يعني الله لا يعطيهم عافية، الله لا يطول لهم بعمرهم. هول اللي خربوا لنا ولادنا ولاد ولادنا، خربوا حياتنا، خربوا الدنيا كلها. أنا عن جد عندي شابين عمرهم 18 و19 و17 وعن جد عن جد عن جد عم بعاني ليل نهار، بس بضلني يعني بخفيها، أوقات بحملها وبخفيها لأنه ما بقى فيي شوف ولادي كل النهار قاعدين عليها. شو هالمرض، شو هال يعني، يا محلى السيجارة عن جد عن جد. يعني أنا بقول هلأ يمكن هيدا أكبر مرض بالعالم هو الجيمز، وإلى أين إلى متى ما بعرف لوين رايحين عن جد. فأنتوا الأهل يلي هلأ عم تسمعونا واللي عندكم أولاد صغار، قد ما فيكن قد ما فيكن على العيد بليز ما تجيبوا موبايل لأولادكم، بليز 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 ما تحطوا أحسن واي فاي بالبيت، بليز جيبوا الواي فاي الخفيف، بليز ما تفكروا أنه هذا الشيء منيح. يعني عرفتوا أنه أنا بدي أقول ما بعد أنا جايب أحسن نوع وأقوى نوع مش عجبهم، لأنه بدون يلعبوا بالفورتنايت كل الوقت يعني. بس انا هلا اذا برجع لورا اكيد اكيد ما بجيب بلاي ستيشن ولا ممكن اشتريها هيدي لاولادي، واكيد اللي عملتيه رائع. وقد ما فيكن حاربوا من هن وصغار، علمون يظهروا، سبت واحد روحوا هايكينج، انزلوا على البحر، قد ما فيكن تحركوا، قد ما فيكن ظهروا من البيت، حتى لو اكلتكن الغبره، حتى لو البيت قايم قاعد، حتى لو شو ما كان، عن جد عن جد انه تعيشوا حياه صحيه وتعلموا اولادكم يتحركوا من هن وصغار اهم بكتير 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 من اشياء تانية بالحياة، لانه هيدا الشنطة اللي لح ياخدوها معهم من البيت هي اللي حتضل معهم كل حياتهم. مزبوط انه الشوبينج بيحرق كالوري كتير وبيحرق مصاري كتير اكيد. بونجور مونيك، أنا بدي أسألك أيهو أفضل، الرز بحليب ولا السحلب، وشو فوائد السحلب؟ وتاني شغلة بدي أقول لك أنه أنا امبارح اشتريت مثلا بندورة، كان بدي أعمل توميتو بيست، صغليت البندورة بعدين بس شلتها لحتى أطحنها بالميكسر، حسيت عليها من برا مثل كوش مثل الجيل، شي ترانسبران مثل الجيل على كل بندوراية أنا وعم أقشرها. سو هيدي الكوش الجيل شو هي، عندك فكرة وهل هي بتضر ولا شو الوضع؟ Thank you. ما عندي فكرة أبدا 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 عن شو عم تحكي، لأنه للصراحة مع أنه يعني جو عمل حلقة عن العصير وأنا عبالي أنه يعمل حلقة عن رب البندورة ويشفنا هالرب البندورة بلبنان إذا بينحط له هاللون الأحمر يلي أنا أكيد 200% أنه عم بينحط، بس نتأكد يعني أو منروح منجيب الأشياء الجاية ما بعرف، لأنه بيحطوا عليهم أنه بس بندورة، بس أنه الكذب ماشي. وبركي منبعت هون تحية لوزارة الزراعة إذا فيها هي تعملنا هالشي، مش ننطر بقى صحافي صحفية حتى يحافظونا على حقوقنا. يعني اليوم أنا حرة اشتري شي فيه تلوينة طالما أنا عم بتأكد أنه الدولة اللبنانية كل مصنع بيجبروه يحط الاشياء اللي بقلبه. يعني اليوم وقت طلعت فضيحة التلوينة بالجوس ما كانوا محطوطين برا، يعني نسوق إذا مناحي أو لا، أو إذا بيسوي أو لا، إذا مسموحين بأوروبا أو لا. أنا حقي كمواطن شو ما اشتري يكون مجبورين يكتبوا على الانجريدينس من ورا، هني بيجبروا مش إنه لا، بس ما حدا بيحقق إذا الكتيبة من ورا مزبوطة. سو أنا أطالب بهيدا الموضوع، أطالب إنه يكون في عن جد عن جد كل عينة بتنحط بالسوق راندم للدولة، وبالحقيقة لبلدان العالم بدها تبعتها وتتأكد إنه ما فيها إضافات، العالم مش يعني المصنع مش حاططها ورا. فأنا من هون عبقول لكم أنا ما بعمل بعد بندورة، ما عندي وقت أبدا. إذا عليا رغوة شو معناتها ما بعرف، ما بعملها، بس إنه يمكن جوجل اليوم وأنت تخبرينا، وبقول لك إنه 200,000,000,000 مرة عمليها أنت بالبيت، ومن ما تكوني عم تعمليهم عم تشتريهم من السوق، بس إنه إذا عندك وقت. حدا عم بيقول لي بحبك قد الدنيا، ميرسي. وانا كمان بحبكم، بحب لكم. انا عندي نشاط جديد هلا ما بعرف ليش فاتقه معي على ستوريز على انستغرام، اذا بدكم اعملوا لنا فولو على صحي وسريع دايت بالانجليزي بنكتبها، او اكتبوا بالعربي حتى تلاقوا الهاشتاج، ما بعرف شو بيقولوا له، هاشتاج دايت اندرسكور صحي وسريع، صحي وسريع S O H E W S A E S A R E H،
هيك لحتى تعرفوا أكتر كيف منعيش، شو بعمل كل يوم أكلي، عم فرج العالم كيف بطبخ عن جد عن جد بثلاث دقايق أربع دقايق. اليوم مثلا أنا عاملة بيض وبطاطا وفتحت علبة فول غسلتها كتير منيح، وعندي توم مدقوق بالفريزر، فيعني طبختي بلا مزح أخذت معي دقيقة ونص حتى حضرها. وبكل فخر بقول إنه نحن اليوم عم نتغدى بيض وبطاطا وفول مدمس. برجع بقولكم أنا عم جرب قد ما فيي اتبع قوانين الأكل، وأؤمن إنه الأكل اللبناني هو من أهم أكل بالعالم، بالكون 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 بالكون. يعني ما في حدا يفسر لي قد ايه اكلنا رائع بجنن، بس نتاكد انه الرش مزبوط، انه الدوله عم بتحملنا حقوقنا، انه البندوريه ما فيها مجارير، انه يعني عرفتوا قدنا 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 حقوقنا، قدنا حقوقنا معنا اياها، وبعدنا ننتخب زيت العالم. ما بعرف ايمتى الشعب اللبناني بده يوعى، بس عن جد ما بعرف. هذا عم بيقول لي صباح الخير، انا خسرت 20 كيلو بس صار عندي ترهلات بالجلد اكثر شيء بالبطن، بدي اسال عن اجهزه الليزر اللي شد الجلد بتفيد اولا؟ صراحه ما بعرف، انه هذا مش اختصاصي، بس اذا 20 كيلو قد ايه صار وزنك يعني كمان بهمنا نعرف. ومش غلط ابدا ابدا مدام تعملي عمليه تجميل بهالحاله هاي، بس انا بقول انطري على القليل السنه، اعملي سبور قد ما فيك بهالسنه تتاكدي انه انت تغيرتي، مش بس قصه ضعفتي ورحت عملتي عمليه تجميل، انه انت ما رح تردي، وانه انت صرت تعملي رياضه، صرت تعملي كتير اشياء، وما مفروض لو انك رياضيه هالقد يفرق يعني ينزل هالقد جلدتك. بس مش غلط انك تضبطي حالك ابدا ابدا وترتاحي بجسمك وتعطي حالك احسن شيء لك. حدا عم بيقول لي بذكركم انه فيكم تبعتوا لي واتسابيتكم على 0398919 الو، معي اتصال على 0595885. الو الو بونجور. بونجورين، كيفك مدام مونيك؟ الحمد لله. معك لانا عم بحكيكي من قطر. اهلين لانا، اهلا وسهلا فيكي. صباح. ايه يعني انا بس عم بحكيكي لحتى اقول لك ميرسي على الاكيب الموجود الحلو اللي عم بتواصل معه اونلاين، عم بتواصل مع ساندرا. اوكي. ولهلا صرني 3 ويكس تقريبا صرت ضعفاني 4 كيلو. خي. وعم باكل كثير. خي. يعني اكثر ما كنت اكل. فعن جد بس بدي اشكرك قد ايه هالاكيب حلو، قد ايه هالنظام حلو، مش بس نظام اكل، حتى طريقه التواصل، يعني عم بحكيك من اونلاين عم نتواصل، ما بحس حالي انا بعيده، كثير منظمين، اي سؤال كل يوم عم بحكي معهم خلال النهار على الواتساب، اي شيء بحكيها لساندرا، وبهنيك على ساندرا المهضوم الحلو. ولك ما بتتاكل. فدون بتتاكل. بتعقل انت بعد ما بتعرفيها. ايه قلت لها هيك اليوم بيتي انه كتير كمان لك اونلاين احيانا لما بتحكي مع الدايتيشن ما بتعرفي شكلها شوي غريب. ليه فوتي على فيسبوك وبعتتلي صورتها لحتى عارفه مين عم بحكي؟ ايه فوتي على فيسبوك حكينا عنا كتير. اذا بتفوتي ايه. بتشوفي صورتها كمان. بتعقدوا. ميرسي 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 يا لانا يا مهضومه. ثانك يو. ميرسي ميرسي. وهلا عم بعمل سبور وعم بسمعك مثل العاده. عظيم. بس عن جد ثانك يو كثير 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 لحضرتك، للاكيب المهضوم اللي بيسمع للاخر، يلي بيعطيكي وقته، يلي يعني بيهتم بالصغيره قبل الكبيره، رغم انه ما بعمل لك يعني اصلا ما بحاجه حضرتك لا ماركتينج، بس بدي اقوله كثير تعاملت مع دايتيشن وتعاملت مع سنتر كانوا يوصلوا لي اكل على البيت. حضرتك علمتينا كيف ناكل، علمتينا كيف نعيش حياتنا، علمتينا كثير امور. عن جد ميرسي كثير، حضرتك قدوه مش بس للبنانيه، للعالم. خجلتيني يعني يا لانا، احمريت احمريت، صرت هيك كلني حمراء يعني. انا عم بحكيكي انا صرني 11 سنه كتابك بالفيرجن بالدوحه، كثير عم يعني عم فوت كثير بيوت من جنسيات غير لبنانيه. عن جد كتابك والابلكيشن صارت موجوده على كثير تليفونات، كتابك موجود وين ما كان ببيوت كثيره، فالله يخليكي. ميرسي وميرسي لألكم. ميرسي ثانك يو. ميرسي ثانك يو. واصل اكيد عم تسمعنا كمان. ثانك يو. اوكي يلا باي باي. حدا عم بيقول لي بونجور مونيك، امبارح كنت عم بسمع اخصائيه تغذيه قالت انه مريض السكري ما فيه ياكل تمر، هل هالشي مزبوط؟ بلس 4 حبات جوز قد وجبه وحده. 4 حبات جوز قد وجبه. ما بعرف ما بعرف،
مريض السكري ما فيه ياكل تمر، اكيد فيه ياكل تمر، بده يعد تمراته. يعني انا لالي كمونيك اذا تمرتين كبار او اربع صغار او اكل تفاحه، اكيد 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 مريض السكري في ياكلهم، حسب شو اكل على الغدا، حسب كيف عم بيتصرف، حسب قد ايه بيمشي، حسب زليار شغله. بس اكيد 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 انه ممنوع الممنوع لمريض السكري، فيه ياكل كل شيء وكل شيء له محله باعتدال بطريقه معينه. بنعلمه كيف يعد الحصص، وكل ما تقوله كلمه ممنوع نحن ممنوعه عنا، ما فيني اقول ممنوع. اكيد فيك تاكل اليوم مريض السكري، مع انه انا ما بحبز، إذا بده يأكل قطعة جاتو صار فيه يأكلها، بده يعرف يتعلم كيف يعيش ويتعايش بهذا المرض. أربع حبات جوز قد وجبة وحدة، ما بعرف عن جد، أنا ما بعرف. بس أنا عندي نداء، في كتير كتير أخصائي التغذية شاطرين كتير وبيشتغلوا بضمير، بليز ما بقى تجيبوا حيالا حدا يحكي شو ما كان على الراديوهات وعلى التلفزيونات. بليز أصحاب الإذاعات لازم يكون عندهم مسؤولية، مش بس يجيبوا عالم ويجيبوا لايكات ويجيبوا، مسؤولية. اليوم أنا بكون عم بتسمع وقت إشي، بحضر إشي على الميديا، بحضر إشي على على الإنستغرام، عن جد بقول طب كيف معقول، طب كيف معقول تلفزيونات هالقد معروفة بلبنان تقبل ينزل اسمها؟ لأنه لأنه أنا إذا بدي بدفع وبروح على حيالا تلفزيون، في برامج بتدفعوا بتطلع بيعملوا لكم دعاية. بس انه اليوم التلفزيون يعني انا بعتبره مصدر ثقة، وقت يسمح لاخصائي تغذية يطلعوا يبيعوا اشياء، سوري على كلمة هبل، بس هبل لهالدرجة، ويضحكوا على العالم ويؤذوا العالم ويجيهم فوق ال 300-400 الف لايك ويبيعوا بضاعة وفي اسم لوجو تلفزيونات محترمة بلبنان، هذا الشيء الدولة لازم توقفه. في مصداقية، مش كل شيء بالمصاري بالدنيا، مش كل شيء ابدا ابدا. اكيد انا بحب اني اشتغل، واكيد اني بحب اعمل مصاري، واكيد ما بحب انه احس انه شغلنا عم بيرجع لورا، بس ولا مره ولا مره ولا مره على حساب ثقتي بالعالم او ثقه العالم فيي او على حساب صحه العالم. فانتوا كمان انتوا وعوه، ما بقى تعملوا لايكات لأشياء سخيفة، ما بقى تعملوا لايكات لأشياء مش مزبوطة، محو الباجات يلي غلط يلي فراد يلي فيهم كذب، تابعوا. في كتير أخصائي تغذية مزبوطين شاطرين بيحكوا بضمير، بيحكوا إلهم مصداقيتهم، وهول البرامج يلي بيبيعوا أشياء بيؤذوا العالم. أنا فيني بيع مكواية إذا شي بقزي كبوت، بقزي كنزة، بقزي شغلة، بس ما فيني بيع دواء أؤذي العالم والتلفزيونات يسمح يحطوا اللوجو تبعولهم. وفهمكم كفاية. معي اتصال. الو الو، بونجور موني. بونجورين، معك زينة من البقاع. اهلين زينة، كيف فيك؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. اول شيء مبسوطة فيك كثير، كل يوم الجمعة الساعة 12 جودك يوصل واحدة ونص، بيلاقيني عم بسمعك. والحلو انه من بيئتنا بتحكي، يعني مش بدي اجيب شيء صانغ للتان وشانغ، اكيد. بس بدي خبرك شغلي هون عم تصير عنا نحن بالبقاع. لو بتعرفي شو عم ياخدوا ليضعفوا. شو؟ انا جوزي حكيم، والفكره اللي قلتيها عن الفيتامين دي هو قايل لي من سنتين. قال لي انه مش معقولي هالعالم كله هلا فوره هالفيتامين دي، في شيء فورمير معين مش في شيء مش اكيد بالموضوع. اكيد اكيد. بس بالبقاع عم ياخذوا، حتى يمكن بيروت عم ياخذوا قبر انسولين تصوري ليضعفوا. واحد ما عنده سكري وفي اسم دواء كمان بياخذوه بس ليضعفوا، يعني العالم عم تاخذ شيء للبنكرياس لحتى تعطيه انسولين. يعني لهالدرجة واصلين نحن بلبنان نصدق هيدا الاشياء البلا طعمة وننجر وراها. عن جد ولا واحد مستعد يعمل رياضة، ولا واحد مستعد، كلهم بدون يأرجلوا، كلهم بدون يقعدوا. يعني ما بعرف ما بعرف الزيان على الأرجيلة. أنا مثلا بقعد مع أصحابي كله بأرجل، قلت لهم أنا ما بقعد بمطرح بتأرجل، أنت تخلى عن الأرجيلة ساعة لتقعد معي، ما مستعد. اوكي بلي هالقعدة كلها سوا. ايه حرام، ادمان ادمان. ما بعرف شو عم بيصير بالشعب اللبناني. يعني الانسولين كيف ينعطى لمريض لشخص ما عنده سكري عم ينعطى قدر انسولين ليضعفه؟ كارثة، مع انه الانسولين بنصح مش مفروض يضاعف ابدا. ما بعرف، بس في حكه معه في جلوكوفاج، ايه في ادويه هذه، هذه مضاده للانسولين. الجلوكوفاج مضاد للانسولين مش انسولين، بالعكس. مش عارفه بس انا عرفت عن الابر، ايه بيعملوا ابر مش انسولين، ابر مضاده للانسولين، متفورمن، بياخذوا ماده متفورمن. ايه بعرف، في ادويه جديده هلا حقا. هلا انا مش هحكي مش هحكي بالاسماء الطبيه لانه ما بعرفها، مش ايه مزبوط. بس انه حبيت خبرك بلبنان كله حبيبتي، مش بس بالبقى.
ابدا لا التكنولوجيا بتبلش من بيروت شو بكي اوكي عرايتك عنا بتوصل مؤخرة لك مش مهم مهم يفهموا انه هذا الشيء مؤقت انا حبيت احكيها مايك ليسمع ما في شيء ما في شيء بيدوم الا انه انتم تتغيروا والله يعني انا لي شي شهر ونص عم بعمل رياضه على الميزان او الشيب ما كثير تغير لانه يعني انا حاسه نفسيتي متغيره أكيد. بس انه انا عمري 37 يعني هلا في ميتابوليزم في شيء بس انه مبسوطة. بس بدي اقول لك شيء اذا انت عمرك 37 سنه وصار عمرك 47 سنه ما ضعفتي رح اقول لك يا بنت ما ضعفتي ولا جرام بس انت بس حافظتي على وزنك على وزني. انت عملتي انجاز حافظتي على وزنك عن جد عن جد ولاد وبيت ومسؤوليات من جمعه كان والله العظيم هذا شيء انجاز يعني ما عم تفهموا قد ايه صعب تحافظوا على وزنكم ما تطلعوا بحالكم قبل بعشر سنين كل واحد هلا عم بيقول شو عم تحكي مونيك رجعوا على البيت خدوا صوره شوفوا صور كن قدي كنتوا أضعف من عشر سنين وقدي كم رجيم صرتوا عاملين وتذكروا أنه الرجيم بينصح ما في شيء لح يضعفكن وتضلكن ضعاف إلا إذا تغيرتوا إذا تغيرتوا ما بعرف كيف بدي اوصل للعالم عم بيجينا لعنا ولاد عم توصلي مونيك بس مش معقول مش معقول شي ببكي انا لانه عم بعرف من اللي حوالي بس ما حدا عم بيصدق العالم عم تجي لعندي ولاد عمره 6 سنين 7 سنين اوريدي صاروا شايفين 3 4 دايتشن وعاملين بروتين دايت يا عم الاهل وين لك وين راسكم وين وين عقلاتكم وين انا شو بقول لاولادي عن هيدا الاكل بالسوق يعني مثلا مثل كذا مرق لهم مش انه ما حرمتهم بس قليل كثير بس هذا شو بقول لهم عنه شو بقول لهم اسمه اكل بلا طعمه ايه هن صاروا حافظين انه هيدا اكل بلا طعم ما بينفعنا ما بيفيدنا يعني صاروا حاطين براس انه اكل بلا طعم طعميهم مش انه هلا عايش يعني سوبر هيلثي يعني اولاد وفي مجتمع وبيروح على المدرسه وبيشوفوا وبيشتروا بس انه بحاول قد ما فيه ما اعطيهم ان شاء الله انا لازم اعتذر منك لانه لازم نطلع على البريك وميرسي لمداخلتك ومستمعينا بريك وبرجع لكم واللي بده يعمل فحص دهن مجاني ما تنسوا بدي اياكم هلا تبلشوا ما بدي يقطع ديسمبر والعالم تنطر لجانفييه حتى تبلش تضعف هلا بديسمبر بعتوا فات تست حتى تبلشوا تعملوا فحص دهن وتتعلموا كيف تعيدوا وما يزيد وزنكم ولنه ولنه بهالفتره هيدي فحص دهن اكتبوا بس فات تست ودقائق وبرجع لكم صحي وسريع صحة وسريع بيرجع بعد البريك نتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صح وسريع معكم أخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجس طبعا على طول على طول على طول على طول على طول نهار الجمعة بين ال 12 والتنتين واتساب بيتكن على 0398919 في ناس عم بتدق على هيدا الرقم هيدا ما فيكن تدقوا عليه بدكن تدقوا على 0595-8885 دخلك جو كان في فويس معني ايه اوكي حدا عم بيقول لي قالوا لي اشرب لترين مي بضعف شو رايك وكمان اذا اخذنا حبوب تدويب الدهن اكيد مدام لا المي رح تضعفك ولا الحبوب رح يضعفوك اللي رح يضعفوكم انكم انتم تقعدوا وتفكروا شوي لورا تشوفوا وين مشاكلكم قديش عم تتحركوا قديه في حركة بيوم بنهاركن قديه بتعملوا رياضة قديش مستعدين تنتبهوا على اكلكم اليوم وبكره وبعد سنه وبعد عشر سنين ما فيني خبركن العالم اللي بتجي لعندي وحيات الله انا صار لي يعني انا جيت على لبنان سنه 94 95 ودغري بلشت اشتغل طبعا في ناس هلا بيجوا لعندي تنقول او بيجيبوا لي اولادهم اوكي وبقلها بتعرف شو بدي طلع لك دوسيتك طلع على الميزان ما بتصدق يعني مثلا حسبه هي صارت 76 كيلو اليوم هي اجت لعندي سنه ال 97 مثلا اوكي كان وزنها 63 كيلو هي منا ممنونه من وزنها بتقلي انا ما بصدق انه انا لقلي هلا حلم 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 لن يتحقق اني انزل ل 63 وما بصدق انه كنت عندي 63 بتكون مثلا ضعفت معي ل 59 ورجعت نصحت الا انا لانه اليوم انا صرت اعرف انه انا اليوم كل انسان بيجي لعندي بقول له مش مهم تضعف مهم ترد وزنك مهم مش مهم تضعف مهم ترد وزنك شو انتفعت انك ضعفت 3 كيلو 4 كيلو وما حفظت عليهم هلا لقلها حلم لن يتحقق فمشان هيك لازم تعرفوا انه الرجيم بنصحكم الرجيم بنصحكم وقت تجوا على صحي سريع اخصائي التغذيه الرجيم اللي عم تعطيكم اياه لازم يكون سيستم بتتابعوه كل حياتكم
بونجور مونيك، يعطيك العافيه والله يقويك. بليز بدي اعرف اي نوع طناجر بتستعملي وميرسي. انه انا بستعمل حيلا نوع طناجر، يعني انه ما فينا اعمل دعايه، انه يعني في طناجر بتحسوا نوعهم منيح، وفي نوع طناجر انه هلا صار فيه مثل نوع من شو بقولونهم سيراميك كمان منيح، ما بيأثروا هيدول. مهم انتو تقدروا تطبخوا بطريقة مزبوطة. دايزي باعت 3 مساجات وعملهم ديليت، ما بعرف ليش. ما تستحوا بعتوا شو ما بدكن. ابني عمره 5 شهور ووقفت له رضاعة بالليل من شهر، من بعدها لهلأ بيوعى كل ليلة الساعة 2 بالليل، بيبكي للساعة 4:30 ليخفى. برجع بوعي انا على 5 تراضعه قبل ما فل على الشغل. لا مدام، بيرجع بيوعى على 6 تيروح على الجاردوري. قولك برجع بطعميه بالليل وخليه ينام مش احسن؟ ولا بضليني هيك تيتعود ينام كل الليل؟ اكيد ما توعيه على 5 تترضعيه، يعني اكيد 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 ما تعملي هالشي. بضل يبكي لل4:30 تينام، بس ينام بتوعيه؟ انه شو القهر؟ يعني شو معنى الديفينيسيون تبع القهر؟ اذا بدي اكتب انا شو معنى قهر، هيدا القهر بحد ذاته. فيك على الساعة 5 تسحب الحليب انت وتعطيه ببيبروني، مش غلط ابدا ساعتها. ولا اذا بلشت حرب انه يوعى على الساعة 2، بيوعى على الساعة 2 بيبكي للساعة 4:30. ما بعرف مدام هذا الشيء بيرجع لك. يعني انا نهار اللي قررت اني افطم الاولاد بالليل بكيتهم صراحة. في كتير ناس بيقولوا لا، بس ما انا كنت بني آدمة، يعني بالنتيجة كل الليل عم بوعى وكل الليل عم رضع، وبدي اقوم على بكرة اروح على الشغل، وبدي اكون كتير منيحة وعرفتي. سو انا وقفت رضاعة بالليل وصرت اسحب له بنهارات. مش معناتها هذا الشيء مزبوط، وفي كتير ناس هلا عم تسمعني بتقول انه غلط. هذا الشيء بيرجع علاقتك انت وحالك، انت ووضعك، انت وحياتك. ما بعرف، بس انه تضلك تبكي لل4:30 وعي الساعة 5 حتى ترضعي، لا هذا فيها شيء مش طبيعي. اسحبيهم. بونجور، بنتي عمرها 1 سنة و2 شهر، بعطيها حليب مدعم او حليب العادي منه مدعم؟ اذا بس مدام بعطيه للصور تنيناتهم تقلك. بدك تقري المكونات الغذائية من ورا، شو بدها. هلا اذا بدها انه تعطيها حليب كامل وبس، هلا اذا زايدين له اشياء تانية وبلشت تقري اشياء ما عم تفهميها، الجواب لا. وبدكن كتير 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 مش يعني مش عارفين اي نوع، جيبوا لهم الليكويد، حليب الليكيد اللي عم بينباع بالسوق، عادي عادي حليب عادي مش منزاد له شيء، حليب بينشرب مسقع، او في منهم بيكونوا UHT، يعني فيكن تشتروهم من برا وتحطوهم بالبراد وقتها تفتحون. انه ما بدها هالقد عن جد، حيالله حليب اللي انت بتعملي فيه لبن، مش قديه بدها تفلسف. ليش ما عم تفهموا اي حليب لازم ينعطى لولد بعد عمر السنة؟ حليب عادي عادي عادي. اهم شيء تقروا المكونات الغذائية، تكونوا ما عم تعطوا كيميكلز، ما عم تعطوا اشياء بلا طعمة، بس تقروا لاكتوز يعني سكر، عم بيلعبوا عليكن، عم بيضحكوا عليكن لحتى يفسروا لكم شيء تاني. اللاكتوز هو حليب موجود طبيعيا بالحليب، اذا عم نزيده يعني نحن عم نزيد سكر الحليب، بس بحطوه حتى وقت نقرا المكونات الغذائيه نفهم انه هن زادوا لاكتوز. ما بدي تزيدوا شيء على الحليب، مثل ما خلقوا ربنا فيه يشربوا ولازم يشربوا الولد بعد عمر السنه. مدام مونيك يعطيك العافية، أنا أكيد بشكر حرصك على البيئة، بس شوي المداخلة تبعي كانت غريبة، إنه معلاه طلعت الماشية والمواشي هني اللي عم يأذوا البيئة مش البني آدم، يعني شوي كان موضوعك شوي ما بعرف غريب. لا مش غريب أبدا أبدا أبدا. بدعي لك أنا إذا بتعمل معروف بليز جوجلت أوكي، وشوف تأثير المواشي على البيئة. إذا بتعمله معروف لازم نتسقف من هذا الموضوع، مش موضوع غريب أبدا أبدا أبدا. هلأ أنتو كل واحد يفوت على سليولارو ويحطوا تأثير المواشي على البيئة والسكريشن تبع الميتان، غازات الميتان قدي عم بتأثر، قدي المواشي. إذا في شي حدا خبير بالبيئة يعطينا المداخلة ويصحح لي معلوماتي إذا أنا غلطانة أو لا، بليز باي أول مينز بعتوا فويس، بس يكون بليز قصير 30 ثانية وشوفوا قدي المواشي عم بيأثروا على البيئة. إيه أنت عم تفكر على البيئة بلبنان، لأنه إحنا عم نكب زبالة بالنهر، بس نحن عم نحكي على صعيد عالمي قدي المواشي بتأثر على البيئة. أكيد
حدا عم بيسألني شو هي أحسن طريقة نعمل سموسي مثل كوكتيل. أنا ما بحب الكوكتيلات وما بحبهم أبدا أبدا. هلا إذا ظهرنا مرة من وقت لوقت أوكي ما في مشكل يعني، بس إنه أنا بحبز واحد يعمل سموذي أبدا أبدا أبدا. أنا أحبز بس الفواكه بحد ذاتها. وهيك الجريك يوغورت هو إذا بدكن لبنة فيكن تقولوا لللبنة، نحن عنا بلبنان بتشبه كتير اللبنة يعني مش أكتر منك، ما فيني أقولكن يعني لبن كتير كتير جامد، أقل شوي من لبن، من أكتر من لبن أقل من لبنة. حدا عم بيقول لي محددين شو الساندويش مع من عند زعتر وزيت، ما فهمت. لا مش الساندويش من مطعم زعتر وزيت، ساندويش زعتر وزيت، عم بيحكوا ساندويش زعتر وزيت عادي. هون في ناس عم بيطلبوا فات تست، في ناس بونجور مونيك الملح ناقص 50% صوديوم احسن من الملح العادي. لشو؟ حسب ابدا ابدا. هيدا بيكون فيه صوديوم بوتاسيوم، بهيدا بيكون للاشخاص يمكن اللي عندهم مشاكل بالكلى او عندهم مشاكل بالضغط، انه انا بفضل 100 مره تستعملوا الملح العادي، بس الملح العادي كتير كتير قليل، يعني بدل ما تملحوا ملعقه بتحطوا من نص ملعقه، وهيدي عادي بتتعودوها. يعني انتو كل ما بتاكلوا اكل مالح كل ما بتكون تزيدوا الملح. على كل حال شوفوا قديش في عالم عن جد، لاحظوا هالشي بليز. مرت الجاي وقتها بتكونوا قاعدين بمطعم او بتروحوا بتتعشوا مع اصحابكم، شوفوا قد في عالم قبل ما يدوقوا الاكل بملحه. شو هالعاده العاطله؟ شو هالعاده اللي ما بتنفهم؟ كيف يعني انت بتزيد ملح بعد ما دقت الاكل اذا بده ملح او لا؟ مش دايق الاكل اذا فيه ملح عادي او لا. والملح مثل الحر، مثل السكر، مثل الاشياء المره، كل ما بتاكله منها كل ما بدكم تزيدوا حتى تستطعموا فيها مره الجاي، لانه اللسان تبعكم مقسم على أربع قسم. إذا بدكم قسم بيحس بالسكر، قسم بحس بالبتر بالمرارة، قسم بحس بالملح، وقسم بحس بالحر. وهدول خلايا، فالخلايا بتتعود على الطعمة وبتنام. يعني أنا إذا برش شوية حر اليوم بشلفت، بكرة برش زيت الحار بشلفت بس أقل من مبارح. ليه؟ لأنه الخلايا تعودت صار بدها أكتر. سو بدنا مرت الجاي تنشلفت قد ما شلفتنا اول يوم نزيد الكميه. كذلك الامر للملح وللسكر. مشان هيك نحن بنقولكم، انا بقولكم ارجعوا باكوردز، يعني اذا بتحطوا ملعقتين سكر حطوا ملعقه وثلاث ارباع، بتنشطوا الخلايا النايمين حتى يرجعوا يشتغلوا ويحسسوكم بالسكر. بتشوفوا انه شوي شوي بتخففوا تدريجيا، بتصيروا تستطعموا بنص ملعقه سكر بذات الحلى اللي كنتوا تستطعموا فيه وقت كنتوا تحطوا ملعقتين. كذلك الامر للملح، كذلك الامر للحر، فانتبهوا تدريجيا رجعوا. هاي مدام مونيك، فينا ناخد الشيك instead of a meal؟ كيف يا مدام معقول تاخدي هالاشياء اللي عم بيبيعوكن ياهن، عم بيضحكوا عليكن اعشاب، بيجوا بيقولولكن خدوها بدل وجبة من عقلكن. وحياة الله كيف معقول تشتروا هيك اشياء؟ لكيف معقول يخطر عبالكن انه فيكن تاخدوا كيس فيه اشياء مصنعة، فايتين على معامل حاطين أدوية على إشة تيطلعوا لكم أعشاب ويدوبوا لكم ياهن ويزيدوا لكم إشة مقروش وزايدين لكم، كله إشة مصنعة. مش معقول، ما بيخطر عبالي إنه هيدا أحسن من صحن مجدرة مع سلطة ملفوف. يا عم وين صرنا؟ وين صرنا جو؟ بداية نهاية آخر العالم. الله الماركتينج. حدا عم بيقول لي بدي خبرك انه نحن اخذنا ريناها عطيتيهم لحدا وشلت الانترنت من البيت وحشوه الكراب. حشوه الكراب مدام انه ليكي، انا اليوم اذا بدي اعمل كراب لاولادي رح احكيكم بكل صراحه، قررت اعمل كراب. فيكم تعملوا كراب سهله، يعني جبنه مع شوية بندورة هيك مثل سلطة، مثل سوري بيتزا. وإذا لحقتوا بيك تعملي كراب، اعملي كراب سكري، حطي لهم شوكولا، انت جيبي شوكولا أمير دوبي شوي. شوفي بالكتاب عندي الصوص اللي بحطها على البيوش على الجاتول مثل البيوش،
فيك تعملي لهم اياها اذا هالقد حابه انه تنتبهي لهم على صحتهم. هلا فينا ما نعمل كريب كتير، ووقتها نعمل كريب نجيب لهم شوكولا من السوق نذوبه نحطه فوقهم مره من وقت لوقت، ما يكون كتير كتير، ما انه يكون كتير شيء عادي. يعني انه انا بقول اذا نهار طالع عبالي كنافه، انا كمونيك صراحه ما اذا بدي اعملها مره كل 6 اشهر بروح بشتري كنافه الطبيعية الأصلية اللي طالعة عبالي، بقول له كتير أوقات بقول لهم بدي نص كنافية وحطوا نص كمية الجبنة اللي بقلبها بكلها وبتهنى فيها، لا بزعل ولا بنقوم حياتي ولا بعمل قصة منها وخلص وقطعت وصحتين على قلبي. بس إنه كل يوم كل يوم كل نهار جمعة بمرق بأكل كنافة، أكيد هيدي ما لح تصير بحياتها. يعني صباح الخير مدام مونيك، بنتي عمرها 2.5 سنين، وزنها 11 كيلو طولها 88 سنتي، وصفت للحكيمة دواء يزيد وزنها بس ما عطيتها اياه لانه بنوم، شو بعمل حتى يزيد وزنها؟ اكلي كله صحي، اليوم بدي اعمل دجاج وبطاطا بالصينية مع توم وحامض. مدام مش مهم انت شو بتعملي، بنتك بتاكل مزبوط؟ يا ريت بتلفنيلي. طب ما كيف تسألوني هيك سؤال وأنا مفروض جاوبكم؟ ما بعرف شو بتاكل البنت، قد ايه بتتحرك، يمكن بنتك بتاكل كتير منيح وبتتحرك كتير كتير كتير، تركيها ضعيفة. لك حاجة تنصحوا ولادكم، لك أكتر من 90% من الولاد اللي عم بيجوا لعندي هلأ على عمر 16-17 كانت هيك، هي وصغيرة كان وزنها ضعيف وإما خايفة عليها وتلحقها بالأكل وتعطيها فيتامينات وتعطيها أشياء. إذا بتعملي معروف مدام، إذا عم تسمعيني بليز دقيلي على 0595-8885 وقولوا لجيرانكم وخلوا جيرانكم يخبروا جيران جيرانكم وجيران جيران جيران جيرانكم انه ما بقى تنصحوا ولادكم، تركوهم ضعاف، لك الله يوفقكم تروحون ضعاف، ما تعطوهم ادوية ينصحوا قبل ما تتأكدوا انه عن جد عن جد بهن شي طبيا لازم ينصحوا. ان شاء الله تسمع. اي مونيك تانكيو على قصة البندورة، بس في رز بحليب والسحلب، اي هو افضل الرز بحليب او السحلب وشو فوايد اتنين؟ تانكيو. انه ما فيهم فوايد، السحلب شو بده يكون فيه فوايد او رز بحليب؟ الفوايد دي بتجي من الحليب، بس انه يعني انا طالع عبالي حلو باكل كاسة رز بحليب او بروح بشتري تشيز كيك من شي مطعم، اكيد اكيد كاسة الرز بحليب فوايدهم. من فيه سكر، ما تنسوا السكر منه مستحب، انا بفضل 100 مرة لحلك نرجع بوف 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 على السؤال. مونيك بشرب كباية حليب او بشرب رز بحليب؟ لا، انه باكل رز بحليب. اذا اتنيناتهم لقالك بذات المساواة بشرب حليب. ياي مونيك عبالي شوكولا لحمود، بس اذا اكلت رز بحليب لح ما لح اكل الشوكولا. اوكي خد رز بحليب. مونيك باخد رز بحليب او باخد سحلب؟ it's the same لقالي، ما بتصور في شيء احسن من التاني صراحة، يعني اتنيناتهم ذات الشيء. اتصال. الو بونجور. بونجورين، معك مشلين. ايه اهلين، بس كنت بدي اسالك عن الارتفيشال شوجر. اوكي يعني افضل من انه اي احسن ولا شيء بخاف منه انه لا 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 اكيد 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 لا، مش الارتفيشال شوجر، ما بفوته على بيتي ومش حطته ولا باكل شيء معمول فيه نهائيا نهائيا. والمشروبات الغازيه بفضل تشربوها، يعني فضل ما تشربوها خالص، بس انه اكيد لا. طيب يعني اذا انا كتير بحب الشوجر ما بقدر وقف، يعني انا عايشة على السكر، ما باكل ملح، ما بحط ملح بطبخي. وين بتستعمل السكر؟ اعطيني فكرة مثلا. نسكافيه. قدي بتحطي سكر؟ ملعقة. قدي بخد 2 بالنهار. اوكي جربتي تحطي 3 ارباع؟ لا. طب جربي حطي 3 ارباع. اوكي وبس يمشي الحال حطي نص. طب بتقيت شيء مثلا على شوكولا مثلا نجيبه دايت او شيء؟ لا 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 ما بتجيبه. اذا طالع عبالك شوكولا، يعني ان شاء الله ما يكون كل يوم قبل الظهر وبعد الظهر بيطلع عبالك شوكولا مثلا. لا وانا ايه بيطلع، بس انه بحرم حالي. إيه لا ما تحرمي حالك، بيتك فيه شوكولا، محل ما انت قاعده فيه شوكولا. لا انه جوزي بيجيب له والولاد. يعني لحالك شو انت بيصير فيك؟ انت بتحبي الشوكولا وانت قاعده ببيت كل النهار فيه شوكولا، سو انت شو عم بتحسي؟ عم تحسي انه انت شو مظلومه انت مش عم تاكلي شوكولا؟ اذا بتجي بتعيشي عندي ما عندي شوكولا بالبيت، سو هيدي شعور الظلم منه موجود، سو اعصابك ما بتتعب. ما تنسوا انه العين بالطعم كتير. اذا انت عندك هالقد بتحرم حالي غيري؟ اكيد مدام غيرك. اكيد انا بحرم غيري لانه هيدي الصحه. اكيد اكيد انا ببيتي ما بجيب شوكولا. جوزك قد ايه عمره؟ جوزك 42. اذا بده يشتري روح شوكولا كتير صعب ينزل على المحل يشتري روح شوكولا. انه مين حارم مين؟ هيدا الاصول ما عم تفهموا وين صرنا.
شفتي وين صرنا؟ صرنا إذا بيتك منه سوبر ماركت أنت الغلط وأنا أنت الصح وأنا الغلط. لا أنا بعتبر أنه أنا الصح، أنا بيتي ما فيه شوكولا وبفخر، بس ولا مرة ولا مرة حدا شو بتضيفة؟ بس يجوا لعندي ناس شو بضيف؟ هيك عكريسمس عكريسمس؟ أوكي بجيب شوكولا على كريسمس عقد كريسمس وبس يفلو بس تخلص كريسمس خلصت. انه انت هلا بدك تقولي لي بيتك الفايت فايت والطالع طالع مثل ايام اهلنا؟ أكيد لا أكيد. انا انا اللي بتلفن لي بيقول لي مونيك جاي عايدك، مع انه ما بقى حدا يعيد، بس بس يجي حدا واذا ما جاي حدا كوني اكيد ما في شيء عندي بالبيت، اكيد ما بجيب شوكولا. انا هاي عم تساليني إلي، انا هيك بقول لك عندي على طول على طول جاتويات بالفريزر واصحابي بيعرفوا، اذا اجوا على غفله حدا طلع بشيل شقفه وبضيفهم. يعني عم تسالوني وعم جاوبكم. هلا اذا اجا ناس لعندي جاي حدا دقل لي جاي نعايدك، اوكي دغري بنزل بجيب شوكولا وبضيف، وصدقيني انه انا ما بخلي بالبيت، يعني هيدا الحال ما خلي بالبيت. وبرضو برضو 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 رح اقول لك انه اذا ساقبت على كريسمس، اوكي شو هي كريسمس جمعه وحتمرق بالسنه، بس انه انا بيتي سوبر ماركت مثل ما بيت 99% من العالم اللي بتسمعني لا بفخر. لا انا عندي خزينه سوبر ماركت. وكيف وبتحب الشوكولا وشو هالعذاب والقهر؟ وانا بحب الشوكولا، شكلك انا ما بحب الشوكولا، انه انا ما بيطلع عبالي بيطلع عبالي. ما بقهر حالي، ما عندي وقت يطلع عبالي. ياما 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 بنزل بروح بمشي بشتري لوح شوكولا اللي طالع عبالي وباخده. وين 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 الغلط؟ وين الغلط؟ بس انه اكيد اكيد اي هاف تو دو، انه مش بتاكلي، بتعرفي كم مره بتاكلي؟ اقل تاكلي 10 مرات اقل من ما يكون الشوكولا بالبيت او البوزه بالفريزر. صدقيني مش عم بمزح، يعني دونت ميك ثينجز سو ايزي عليكي. وبعدين فكروا بولادكم، ما بقى تربولي زبونات، يعني خلص جيبوا اولاد، حرام الاولاد، الله يساعدهم، كتر خير الله. انا ما خلقت بهالسنين عن جد، انه انا ببيت اهلي ما كان عنا خزانه فيها شوكولا من فوق لتحت، لا كانت الماما تعمل صفوف، نعمل نمورة ناكل من وقت لوقت. ايه اهلنا كانوا الصح. بكرة ولادكم حيكونوا 100 مرة انصح من ما نحن ناصحين، ولادي كمان كلنا، لانه تعرض للأكل بطل طبيعي، صار اب نورمال. مرسي بكو، اكرم عيونك، اهلا وسهلا. اهلا أسرع أسرع ساعتين بحياتي بيمرقوا هن نهار الجمعة، ما بصدق. طب شو بدي أقلكن، بريك وبرجع لكم. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك. منتابع مستمعينا الكرام حلقتنا من برنامج صحي وسريع، بعد معي ساعة لحتى شوف قدي فيني بعد جاوب أسئلة. طبعا ما تنسوا أنا ما بفل إذا ما مجاوبة كل العالم، فما تعتلوا هم، بعد معكم وقت، بس بس أطلب منكم أنه خلص ما بقى تبعتوا، بجارب قد ما فيه شوف الوقت. بس بدي أخبركم في عنا اتصال. بس بدي أقلكم أنه في دراسة جديدة عم تحكي عن قدي مهم أنه الواحد يكون عم بينتبه على صحته، وخاصة يبعد مريض السكري انه يكون عنده الأشبه أنسة ومخزون السكري على القليلة مش اكتر من 7%، وانه الكوليسترول العاطل يجرب قد ما فيه قد ما فيه ما يعلى عن 100-120. ضغطنا على طول على طول على طول نتأكد انه منيح وواطي، ونعمل فحوصات كل سنة، ونجرب ما ندخن ولا نأرجل. ما بتتخيلوا هالشي قدي بيأثر على صحتكن، قدي بتعيشوا وكيف بتعيشوا. يعني مش مهم انه نخطر قد ما مهم انه نخطر بدجنتي، هيدي اللي انا على طول بقولها. وأنا أؤمن إيمانا ثابتا أنه نحن من عمر معين إذا انتبهنا على أكلنا وعملنا رياضة، أنه الواحد بيكون عن جد عن جد عمل واجباته، وعن جد التشانسز أنه يخطر ويضل واقف وعم بيقدر يكون يتحرك وصحته منيحة أحسن بكتير بكتير من أنه شخص قضيها عم بيدخن وما عم بيعمل رياضة وكل الوقت همه بس وين بده يأكل وقديه بده يشرب وقديه بده يدخن. فما تنسوا رياضة قديه مهمة، وما تنسوا رياضة قديه لح تطولكم من عمركم وقديش لح تخليكم شباب لكية إذا بدكم. معي اتصال. ألو ألو بونجور. بونجورين، يعطيك العافية. ميرسي كتير. ايه تانكيو. معك جيزال. ايه جيزال تفضلي. عم بحكيكي كان وزني 102 كيلوغرام. اوكي.
تبعت نظام أكل أنا مني لحالي، يعني كل شيء بالبيت أعمله أكل منه بس بكمية قليلة وصحة أكيد. أوكي. والسبور ساعة ونص اليوم. هلأ وصلت ل 68 كيلوغرام. واو 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 واو. قد إيه عمرك جيزيل؟ عمري 33. 33. وهي أول مرة بتعملي رجيم؟ نو نو، كنت من أنا وصغيرة يعني بتبع رجيمات، بس هالمرة خلاص قررت ومشيت، يعني ما عدت، بس ما حرمت حالي يعني. برافو. وقت حالي إنه بحاجة لشيء أو حب بس أكل بس بورسيون صغير. واو شو شاطرة عن جد، بتعقدم، مبروكين. مرسي. بس هلأ جات طلعت لواحد وسبعين. أوكي ليه؟ ما بعرف، يعني في شهر معين قطعت فيه حسيت حالي ما كتير ركلجت. وعملت رياضة، ضليتك تعملي ساعة ونص. مزبوط. بس انتبعت التردميل عندي بالبيت، فالوقت اللي ضبطته وهيك وفشلقت يعني شوي. فهودي 3 كيلو مش عم بقدر نزله. ايه ما لح تنزله بسرعة، وهدولي خلص لقلك لي. هلأ انت هلأ كل هدفك لازم يكون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وقت بتطلع على الميزان، اول شيء لازم تطلعي كل يوم. انا كتير بشجعك انك تطلعي كل يوم باتيتيود بوزيتيف. ما هيك بصير، بس ايه؟ بنزل على الميزان كتير زعلانة صراحة. لا 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 ما تزعلي، طبيعي كتير انه انت مرقت ليكي. لحلك شيء بليز بليز صدقيني. اذا وقفت على 3 كيلو انت اكتر انسانة محظوظة على وجه الارض. اوكي إيه. لانه الدراسات إيه؟ ما توقف. الدراسات العلميه اكدت وبرهنت انه بظرف 5 سنين 97% من العالم اللي ضعفت، 97% ما عم بحكيك رقم قليل، يعني تقريبا كل العالم اللي ضعفت بظرف 5 سنين بيرجعوا بيردوا الوزن. هلا اكثريتهم بيردون باول سنه، بس لحقوا العالم لبعد 5 سنين ولقوا انه 97% بيرجعوا بيردوا. سو اذا انت وقفت انك نزلت من 102 على ال 71 ووقفتي على ال 71 انت معجزه. مزبوط. اوكي سو كل يعني يوم ضلني بمود انه انا بدي انزل بعد كرمال ضلني مسيطر. ابدا انت بتضلك بمود، انا اذا عم تساليني وعم بتلفيني لنصيحتي بتضلك بمود انه انت كل ما انتوا عم تطلع على الميزان انه انا انسانه عظيمه، انا انسانه رائعه، انا انسانه ما في مني اثنين، انا كنت 102 ونزلت لل 71، ان شاء الله يا رب تكون اليوم 71. هلا رح تطلع ايام رح تطلع 71.7. شو الاتيتود بتكون؟ مش انه يا الله وشو صار، لا اوكي اليوم لازم انتبه، بكره على بكره وعى 71. إذا بتحل مشكلتك كل يوم بيومك أنت عظيمة ورائعة. وإيه ما فيك وقفت التردميل ابن في طريق، عرفتي أنه ما بقى تنبشوا على حجة، هي حجة بينك وبين حالك وبينك وبين الحيطان، بس جسمك ما بيفهم أنه وقفت التردميل. آخر هم على قلبه، هو بيستنظر النطرة أنه تحت ينصحك. ما فيك توقفي، إيه الجواب؟ بس أنا صار عندي هاجس أنه أنا بدي أنزل بعد، يعني بدي أنزل ل 68-66 كيلو كرمال أنا حد حالي أنه خلص اكتفيت بقى، يعني عرفت. هيدي اسمها تحطيم ذاتي أنا برأيي. انه انت عملي واجباتك، واذا نزلتي نزلتي، لانه اللي بيضل بهالفكره هاي عندك ريسك انك ترجعي تنصحي كتير. ايه سو بي ساتسفايد، بي فيري 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 براود، لانه انا فخوره فيكي. المهم انه السيستم اللي عملتيه يكون سيستم قادره تكمليه كل حياتك، هيدي فكرتي بس. ميرسي لك. يعني كل يوم طلع على الميزان، وكل يوم انتوا عم تطلعي ما تنسي تقولوا انت قد ايه شاطره وانت قد ايه رائعه وانت قد بتجنني وصار وزنك 71. في ناس ربنا خلقهم تضلهم مش ناس، في ناس عندي خوف ان ارجع زيد. ايه لازم يضل، ايه لازم يضل، لانه اكيد 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 رح ترجع تزيدي. عم بقول لك عرفتي، الا اذا السيستم اللي عملتيه كان طبيعي منيح وعم تاكلي مزبوط اكيد مش غلط. بس ما بعرف، كله طبيعي وكله منيح وسبور يعني ايه شكل مش طبيعي. اذا انت ضليتك تعملي سبور كل حياتك، ايه حقها تعملي كل يوم ساعة سبور. ايه الجواب ايه كل يوم. كرم عيونك والله يقويك وبرافو. I'm very proud of you. مونيك بدي أسألك، شو في فرق بين التيبل سولت والبينك هيمالايان سولت؟ في شيء أفضل من التاني أو اتنيناتهم نفس الشيء؟ Thank you. كله زيت الشيء، كله سولت. البينك سولت ايه شفته صراحة، خليني لاتمي شيء شو هو، بس انه الملح حبيبي الملح لونه
Pink Himalayan salt is similar to table salt, containing up to 90% sodium chloride, هي زيتها ان ACL. The rest is made up of minerals. هدول كيف انت وقت تروحي على منطقة بيكون بتربطها في شوية حديد فبيطلع لونها احمر وهذا هي زيتها، ولا شو بدك فيهم يعني ابدا ابدا ابدا، ولا تفكروا انه هذا الشيء احسن من غيره يعني، عرفتي؟ ابدا ابدا. انه حاطين انه درست 98% منه صوديوم كلورايد، 98% منه ملح عادي، في 2% it's a mixture of potassium, magnesium and calcium. انه it gives it a light pink tint، بس انه اكيد 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 ماني متطلعة على الملح، لا تاخذوا لا بوتاسيوم ولا لا كالسيوم ولا شيء، بدي شيلك تفاحة الله يوفقكم وحطوا ملح عادي كتير قليل، والملح احسن يكون فيه يود لانه كرمال نحمي الغذاء تبعولنا وخاصة هلا بهالايام، بس انه كمية كتير كتير قليلة. هلو مونيك، انا نورا، انا واحدة من your old patients، تركت فترة بس رجعت من شهر لصحي وسريع، وصراحة كتير مرتاحة بالكلينيك وكتير مبسوطة وكتير تشغت اطبخ، تشجعت اطبخ، وصرت افكر بطريقة غلط، وكمان انجاز يلي صوته بطلت اشرب جوز واكل تشيبس. مرسي ل ماغوتكو، شو يعني ماغوتكو جو؟ اوكي ثانك يو، مرسي يا نورا، مرسي كتير. بونجور مونيك، معك شادي. بليز بدي اسالك، انا وزني كان 98 كيلو، هلا صرت 75 كيلو، بعمل سبورت تقريبا صار لي شي فتره سنه بالجيم وسبور وكذا، بدي برافو. اسالك بالنسبه للترهلات يعني بالبطن وبالطيز، سوري يعني بالدرير، كيف نقدر نخففهم شوي يعني؟ انه ما لك غير تعمل سيت ابس قد ما فيك شادي، وتعطي حالك سنة تعمل اكزرسيسات للبط والبطن، تمام، نقول غير كلمة البط والبطن هيك بتطلع كلاسي اكتر، وبعد سنة بتجي دور العمليات، مش غلط ابدا ابدا، هيك بعد سنة بتطمن قلبك انه انت كتير تغيرت وانت صرت رائع وبعدك عم تعمل سبور على طول، وما لح توقف تعمل سبور لانه رحت عملت عملية وشديت جلدتك، شلت الجلد المتراهلة، مش غلط ابدا 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 ابدا، وحقك كيف واحد بيعمل عملية بيجي يظبط منخاره، حقكم تزبطوا حالكم، اذا هالشي حيزيد لكم من ساعتكم بزيتكم ويخليكم تكملوا. معي اتصال. الو، هاي مونيك. هاي معك راشال. ايه راشال، بدي اسالك، عندي مشكله بقوم بالليل باكل نايت ايتينج. قد ايه صار لك على السيستم؟ صار لي 4 سنين تقريبا. قد ايه عمرك؟ 30. اوكي. وزني صار 75، كنت 65. هاي شغلة كتير 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 بتنصح رشال، ايه؟ لانه اللي عنده هيدا السن. اوكي، فيني بس احكي شوي معك بهذا الموضوع، what triggered it؟ انت عندك صار ولد وهذا الشيء خليك تقومي بالليل تاكلي؟ لا جوزي. اوكي، كيف تصارت؟ بتخيل انا عملت دايت كتير قاسي عن دايتيشن وضعفت 15 كيلو، كنت طلعت انا الماكسيموم وصلت له 75 وجسمي عطول كان ضيق، وعملت دايت لأجل كثير، كثير حرمتني من قصص، حس لأنه قدام عائلتي أنا عم جلس، إنه بقوم كأن بالليل ما حدا يشوفني، لأن مام كثير تعبت مالت عمل الدايت والأكل، فكنت قوم لأكل القصص اللي بشوفها آخر شيء قبل ما نام، هل كنت أنسى؟ أوكي، يعني بيتك فيه أكل؟ شوف قوم بالليل أكلهم. شو بتاكلي مثلا؟ بس شو اللي عم بتشوفي؟ ما بعرف، إذا كان في كيك باكل الكيك، إذا كان في جبنة وناتورة باكلها، إذا كان في منقوشة باكل منقوشة، هاي الأشياء. وإذا شي نهار تعشيتي ونمتي بتوعي بالليل؟ ذات الشي ما عم تقدري توقفي أبدا؟ إذا رح أقفل باب المطبخ، إيه؟ أهلي أقفلوه، إيه؟ صرت أوعى كتير أتضايق يعني كيزة، بس أرجع نام، صلي ونام لأجي أخفى. اوكي، بعدين خلص قلت لهم مشي حالي على الجمعه، رجعت خلص فتحوا الباب، انا في ناس بيقوموا يشربوا مي ما بعرف، صرت ارجع اقوم، بس عرفت انه الباب انفتح صرت ارجع اقوم اكل.
اوقات لو بدي اكل خياره او بندوره شو ما كان اوكي في انا عم باكل شيء. ليك رشل في عده حلول. انا برايي اول شيء رح اقول لك انه هيدا اللي بزعجني بكل الموضوع انه بلشت على كبر. يعني لو بلشت من انت وصغيرة عندك هالمشكلة. في كتير كتير عندي زباين ما بقولهم ما تجربوا تحاربوا ابدا ابدا ابدا, تعايشوا, تعوا نتروق بالليل. يعني اكتر شي فيني قلك انه بالبيت ما لازم يضل في اشياء حلوة ابدا. في ناس كتير ساعدناهم انه بلفوا ساندويش وبيحطوها بالبراد, هيدي ترويقتك عرفتي. سو اذا انت لو بلشت على زغر سري قصدي كان فيها زبطها؟ لا بالعكس ما فيك تزبطيها خلص. اتس يو اتس ذا واي يو ار. بس لانه بلشت على كبر انه انا بقول يعني كيف واحد بلش يحشش, عم بعطي مثل انه مش انه انت انه فيك تطلعي منها اذا قررتي هيدا القرار. هلا يا بتعملي سبور كتير حتى تتعبي كتير وتنامي, بدك توقفي تشربي مي من بعد الساعه 6 مثلا تما تفوتي على التواليت. ايه بعد شي شغلة لا بتصور كمان انا حدا بحط مي على طول حده وبشرب around 2 liters of water انا ونايمة. انا ما بشرب بالنهار. ففي حدا قال لي معقول لان جسمي بعده عم يمشي الميتابوليست تبعه كتير انا ونايمة بفكر حاله واعي. لا بس انه شو هالعادة. انا بالعكس بدي اياك توقفي كليا تشربي مي ما يصير في شي ذا تريجرز انك توعي بالليل تتفوتي على التواليت. يعني لازم تنامي, لازم توقفي الكافيين كليا كليا كليا, تعملي سبورت, تجربي تحسني نوع نومتك. هلا بس توعي بالليل. انا بقول اذا فيك ما تفوتي على المطبخ بيكون منيح, واذا يعني اكيد انا برجع بقول انه يقفلوا المطبخ على قليلة على قليلة لتطلعي منه وترجعي تحسي انه نمتي مزبوط. اذا ما عم تقدري تطلعي لانه ما حدا بيفهم قد ايه هالشيء صعب ومش بايدك, بقول لك لفي ساندويش كليا وتروقيها وخلص. هو انت جسمك بخزن 14 ساعة اكل, لنقول انت امتى بالليل ساعة 2 اكلت أبعة بتشبعك وبفيك ترجع تنامي. اوكي كتير منيح اكلت الأبعة ساعة 2, ما لازم بقى تاكل شي للساعة 2 الظهر, عندك 12 ساعة. سو لقلي انا لقلي اتس اوكي اتس اوكي ما في مشكل. يعني مش رح ينصحك هالشي بقى خالص. يعني اذا قمت تنتين بالليل انا عادة تنتين ثلاثة قمت اكلت هيدا الساندويتش ممنوع تتروقي بكرة عادي ما بتغدى غير لتنتين. فيكي ايه خلص بالنهار ما عندي مشكلة. فيكي يعني ما بدي اتعبك تحاربي, بس هي شغله كتير بشعه وبشعه لاولادك, والدراسات كلها باكدت انه بيصير في تمبتيشن تاكل كتير حلو اذا وعيتي بالليل. If you can get over it it will be great. سو اعملي سبور كتير, تعبي جسمك, ما بقى تشربي كافيين نهائيا. يعني ولا شاي ولا قهوه ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء يعطيكي كافيين. وقفي تشربي مي بعد الساعه 6, اعملي بيبي قبل ما تفوتي تنامي, تحممي اذا فيك بمي سخنه كتير قبل ما تنامي عرفتي. وجربي هيك ريلاكس وتراي تو افويد ايتينج. ايه اذا فيوني قفلوا الهيدا ات ويل هيلب. بتعرفي وات هيلبس ا لوت كمان اف يو كان كاونت باكوردز. يعني انا لاني شخص كم يعني بتعدي اذا وعيتي بتعدي على القليله مرتين 99 للصفر, تاني مرة تالت مرة. يعني ما اجمالا ما حدا بيوصل لتلات مرات 99 بتكون خفيتي عن جديد اجمالا. جربي اوكي اوكي راشل, اهلا وسهلا فيك, جود لك. بونجور مانيك. بونجور مونيك. المجادرة بصفحة 66, لما حط بقية المي مع العدس وارجع اطحنهم بالخلاط العربي بحطهم مع المي. ما فهمت شي. المجدرة تبعيت يعني بصفحة 66 مكتاب صحي وسريع, لما حط بقية المي مع العدس وارجع حطهم بالخلاط الكهربائي بحطهم مع المي. مدام ما بعرف شو عم تقولي عن جد. يعني اول شيء انا ما بستعمل خلاط الكهربائي, بستعمل هاند ميكسر الخلاط اليدوي. يعني بايدك بديك تحطيهم. خليني بس افتح انا ما معي الكتاب, عندي كان الابليكيشن تشوف اذا المجدرة هون لحتى شف ليك الأطباق النباتية. إن شاء الله تكون هون المدردرة. ما شكلي حاطة المجدرة. لا ما بعرف عن شو عم تحكي صراحة. كم حبة تمر بتعدل حصة فواكه إذا صغار؟ 4. قديش مشموح ناكل بالنهار بزر دوار الشمس؟ كمان كل كاسة المغلي دوار الشمس قبل التفقاية هن بيعدلوا حبة فواكه. يعني نحنا منقول 3 حبات فواكه بالنهار, إذا بتكون تشيلوا وحدة بتاخدوا بديلها كاسة البزر.
هاي مونيك كيفك؟ في شي ابلكيشن صحي وسريع للاندرويد كان فيه وقفناها، ما فيني خبركم قد هالشي بيزعجني بس ان الله راد بعد شي نهار برجع برده. بونجور كيفك مدام مونيك؟ بدي اسالك انه وقت الدوره الشهريه بيزيد الوزن كم كيلو او ما في شرط يزيد؟ اكيد ما في مر شرط يزيد نهائيا مدام، بس حسب الخبره في ناس بتزيد كيلو، في ناس ما بتزيد ابدا، في ناس بتزيد 2 كيلو، فهذا الشيء بيرجع لك انت كيف الوضع. بونجور مدام مونيك، بنتي حابه تعمل اخصائيه تغذيه بلبنان، وين فيها تعملها؟ باي جامعه؟ إذا عندك معلومات بليز. بنتي بألمانيا بس حابة تتعلم بلبنان لأنه بدها بالعربي تدرس. بكل الأسف الشديد مدام، يعني أنا بعتذر من اللي بدي أقوله، بس ما بقى في جامعة بلبنان أو ما يسمى بالجامعات ما بتعلم هالاختصاص، إن كانت من الأهم جامعات بالعالم بلبنان أكبرها للجامعة اللي فاتحة بشي حي هون طابق هيك سموها جامعة، ما معروف كعبة منبوعة من هيدا، صارت بتعلم اختصاص التغذية. فكل جامعة بلبنان بتعلم اختصاص التغذية صراحة، بس مش كلهم يعني بيخرجوا اخصائي تغذية مثل العالم والناس. هاي اي نضم مونيك، هاي يا اهدم انضم، ما بعرف شو عم تكتب مونيك. انا كل يوم باكل تفاحة عبكرة، بعد شي نص ساعة بتروق برجع باكل الظهر، برجع على الظهر باكل 3 ليمونات صغار، كمان بعد نص ساعة بتغدى، عند الساعة 4 باكل رمان، وعشية بتعشى بالشراب مني بكل بزر بلا ملح دوار الشمس. منيح هيك او غلط؟ اذا بدي وكل خوخ ومشمش مجفف قديم لكل بتعقدة انني وكتير من امثالك، كمان بحب الحلو كتير. ما فهمت شي. سمر بدها فات تست، ما كتير ناس طالبين فات تست اليوم، شو بكون يا عمي؟ يلا يلا اجى العيد، ما حدا بقى بده يضعف هلا، كلكم بتكون تنصحوا تاكلوا بالعيد وبعدين تجوا بجانفيه. غلط 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 تفكيركم، هلأ بلشوا عملوا رجيم، هلأ هلأ لحتى تضعفوا وتبلشوا السنة بصحة وتتعلموا تعيدوا. ما تنسوا انه كل سنة في راس السنة وكل سنة في عيد الميلاد وكل سنة بتجي أعياد، مش معقول قديه هالشي غلط، تفكيركم قديه غلط. بونجور، أنا عاملة نظام غذائي عم بضعف أوقات كيلو بالجمعتين أوقات كيلو بأربعة أيام، شو السبب؟ أوقات كتير بتشتغلوا ببين تنزلوا المي، يعني لنقول انت اليوم اكلتي، تنقول عم بعطي مثل اكل فيه ملح كتير، اكلتي سوشي، اوكي بكره على الميزان يمكن ما بتكوني عم تضعفي، شو السبب؟ يعني معقول يكون هيدا الشيء. في حدا هلا جو رح ابعث له فات تست، باعد فويس قبله اذا فينا نسمعه بليز. بونجور، كيفك مونيك؟ معكي كلود سقر. عرفتي مونيك اخر دراسه من يومين حطوها انه يلي ما بيحبوا يروحوا الجيم ويعملوا رياضه هني تيشجعون يعني، فطلعت كاس بيض كبير بيحرق الدهون وبيعطيك عضل. الله لا يعطيهم عافية للناس الكسلانة. الله لا يعطيهم عافية، يعني عم بيشجعوا الناس الكسلانة. شو هالدراسة ويعيب الشوم على الإذاعات اللبنانية اللي حطتها؟ لك يا عمي ومتى بدنا نوعى؟ ما بتتخيلوا اليوم التلفزيونات بلبنان بس بحاربوا بعض مين بده يجيب فيورشيب اكتر، هيك الدنيا صايرة، لا في مراقبة لا في... شو معناتها دراسة؟ شو هالشي؟ مين عملها للدراسة؟ قديت دراسة مزبوطة؟ مين اللي طلعها؟ اي جامعة طلعتها؟ شو هالحكي اللي ما قلو معنا؟ شو هالحكي السخيف يلي وصلت لي؟ انا وصل لي الفيديو قلبي صار يرجف. نحنا بدنا نشي ونخفف من العالم تشرب الكول لحتى نجي نقول لهم ما تروحوا على الجيم وشربوا الكول؟ انتوا عارفين قدي العالم عم تعمل مشاكل بالكبد، قدي في شحم على الكبد عند العالم، اكتر عضو بالجسم عم بينضرب وعم بيسخون هو الكبد. فما تصدقوا شو ما بتسمعوا، وبضلني قلكن الدراسات ما معناتها ارشادات. اليوم بتطلع مليون دراسة، كل جامعة بكل بلد بالعالم بتطلع شي 600-700 دراسة، مش معناتها انه بيطلعوا ارشادات. في جمعيات كبيرة بتجتمع كل 5 سنين تطلع الارشادات الغذائية. دراسة means nothing، zero zero زيرو. انا شوفوا شو كم شخص عملت الدراسة عليه ومين عملها. هاي اول مرة بسمعكن، ما كتير بعرف عن الموضوع بس بعرف انه شو ما اكلت بينفخ بطني كتير، حتى لو صحن سلطة اسمه ساندرا. سوري انا نزلت
عشغلي ما لحقت اسمع الجواب. هبعت لك الفاتست يا ساندرا واذا بتحب تحكينا لنفهم اكثر. بونجور Bonjour, je fais une marche de 40 minutes par jour, mais on me dit ça ne suffit pas. J'aime pas les clubs fermés, que faire, madame? Et c'est ça que tu peux faire tous les jours, tu marches 40 minutes. Je te remercie. Tu peux marcher une heure, كان به ما فيك عم تمشي 40 كتر خيرك ويطول من امثالك. نحن مصدقين انه في ناس عم تمشي 40 دقيقه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم وهم تكملي. واللي عم بيقول لك اكثر خلينا نشوف شو حيصير فيه بعد 5 سنين. هاي مونيك فينا نعرف اذا رح تعملوا اوفر للكتاب بفتره نويل؟ لانه انا بدي كتاب للطبخ اكيد ما دام نحن عاملين طب عاملين عليه اوفر اصلا. هاي ميشيل مونيك ميشيل and Dr. Maya with 1 week, me 3 kilos and Maya 3 kilos. Have a nice day. Allah, ya Michelle, شو, ya Michael, شو مبسوطة بخبارك. بوصلنا مايا. Bonjour, في احكيك بعد الحلقة. لا مدام فيك تبعتي لي شو ما بدك تكرم عينك بعد الحلقة نبطير. انا عاملة نظام اكل وعم بضعف بس السؤال اذا عزمت على كوكتيل بالليل شو بدي اعمل لحتى ما خربت نظام الغذائي؟ مدام رح تضلك كل حياتك تروحي على كوكتيلات وما تاكلي بتروحي على الكوكتيل بتاكلي اقل شي فيك تاكليه بتنقي اكتر اكل صحي وبتتهني وبتنبسطي وبترقصي وخلص. في 1095 وجبة بالنهار 365 يوم ضرب 3 إذا أكلت 1000 مزبوط و95 خبصت على مسؤوليتي ما حيصير لك شي. هاي شو هش فوائد الزعفران وشو الكمية المسموحة وضعها بالأكل؟ ما بحياتي ولا بحياة حياة حياتي فكرت بالزعفران إنه هذا رح يشفيني من شي. بستعمله طيب بحطه بالأكل بهيك هيك بتكون تعيشه. فوائد الزعفران عادي هو شي ربنا خاله مثل فوائد المجدرة هو شو الخلل وقتا مناكل غير اشياء صحية. هذا اللي لازم تفكروا فيه مش يعني ما بعرف كيف بدي افسركم فكرة انه اليوم الزعفران شي منيح اكيد شي منيح لانه ربنا خالقه هيك مثله مثل بهار مثل حيالله شي يعني. اولو شو جو فاصل اعلاني يعني معكم من هلأ لبلش الحلقة اللي بدو يبعت اسئلة وبدو يكتب فات تست ساعت اللي بدكن اكتبوا لي فات تست ابعتكم فحص ذهن مجاني من عيادات صحي وسريع وتعرفوا اكتر عن شو عنا افرات بديسمبر. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك. يلا 20 دقيقة مستمعينا لحقوا حالكم. لح أطلب منكم هلا قد ما فيكم تخففوا الواتسابات. إذا بدكم تعملوا فحص دهن مجاني بعيادات صحي وسريع جو أهد بس أنا كل شيء بيجي بعد الساعة 2 إلا 3 إلي حق ما جاوبه كي لح جرب بس إنه لح جرب لأنه كتير 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 بدي أتأكد عن هذا الموضوع. شو فوائد السحلب؟ لا في حدا هيئته طالع على السوق او طالع على شي راديو حكي عن السحلب. قلت لكم قبل شوي انه السحلب شي طيب وشي منيح وبيكفي انه معمول من الحليب بس فيه سكر. وانتبهوا انه اكيد انا مليونين الف مليون مره بفضل تاخذوا كاس سحلب من ما تتروى كرواسون يعني بس مش اكتر من هيك. ايه بونجور مونيك. مونيك بليز فيك تقولينا كيف بتحضري البصل والثوم لتحطيه بالفريزر؟ ميرسي. موجودين بكتاب صحي وسريع. البصل انا هذا منه موجود بهذا الكتاب. بقلبه بحط 5 كيلو بفرمهم كلهم 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 بطنجره كبيره وبقلبهم بلا نقطه زيت بلا شيء بلا شيء بلا شيء بلا شيء. بهرسهم بحطهم بجوارير المافن بفرزهم وبرجع بحطهم بكياس وبستعملهم. كل بصله بتجي تقريبا كل وحده برمي قد بصله بالطبخه. بونجور مدام موني. مدام موني صاحبتي عملت فحص دم طلع مع ناقص الحديد. يا ترى من شو بيكون ناقص حديد وشو لازم تاكل حتى يقوى الحديد بجسمه؟ ميرسي. اول شيء لازم تشوف حكيم متخصص بالدم بيقولوا له ايماتولوج يعني هو بيكون حكيم وراجع متخصص بالدم ليعرف ليه عندها فقر دم مدام. يعني معقول يكون في مشي معقول يكون في عندها تلاسيمي مينار بيبين انه في فقر دم بس هو ما في فقر دم مزبوط بيكون مشكلة تانية. ممكن تكون مشاكل غدد في مليون الف يمكن يكون عندها جرح بمعدتها. اول شيء بدنا نحقق ليه في فقر دم وبعدين الحكيم بيقرر بهالحالة هاي لانه في فقر دم بينعطى حديد. بس بدك تشوف الحكيم اوقات اذا مثلا عندها تلاسيمي مينار بتاخد حديد هيك بتأذي حالة فروحوا مش عند حكيم عادي عند ايماتولوج.
Bonjour Monique, dans ton livre, tu conseilles d'acheter la pâte taïf prête. Pourquoi? لا انا حاطه الروسات تبعيتها ابدا اي جبنه بيضه فيها اقل شيء كالوري الدوبل كريم لو تي فير اي كونسيي ابري لو روبا انتر دي روبا سي دو تي ما في لا تي فير ولا شيء عادي شاي عادي عادي لي بتراف لي كاروت سون بون بور لي ديابيتيك ميرسي انه فيهم سي هدول خضره فيها نشويات فيهم ياخذون الديابيتيك اكيد بس باصول معينه وبطريقه معينه مدام بعت في حدا بعت لي صورة حليب ومكتوب عليه فول ميلك كريم ميلك باودر بدي تبرمي لي المكونات الغذائية مدام مش الصورة من قدام بدكم تقروا المكونات الغذائية الانجريديان تتعرفوا إذا منيح أو لا حطيتي لي صورته من قدام بدي صورته من ورا هاي طولي متر واربعة وستين ووزني 51 كيلو بس أنا بدي نزل وزني للخمسين بضل انتبه على أكلي وأحرم حالي من أشياء اللي بحبها وأعمل سبور هيدا الشيء مش بإيدي بضل نق على حالي كيف بدي خيلة هالشغلة في ناس عندهم مرض انه بهذا الموضوع انه انا برايي انك كتير كتير ضعيفه وعم بتروحي كتير اشياء مهمه بحياتك مش غلط انك تنتبه على وزنك وتضلك تاكلي صحي بس انه تنزلي للخمسين انه بدك تعيشي بمجاعه وكل ما بتجايعي جسمك انا ضد الفكره اذا في مشكله نفسانيه بدك تشوفي حكيم انا ما بقدر ساعد بهذا الموضوع ابدا انه طولك وزنك 51 كيلو ونص وعبالك تضعفي للخمسين بدك تشوفي بسيكولوج Bonjour Monique, please can I know how many حبة كاستنا we can eat per day يعني بدل تفاحة 6 حبات كبار هيدا جو تحته في فويس 551 Bonjour Monique, please بدي أسألك على الكاستنا أوكي جاوبناها لكينا exactly هاي مونيك 2 days ago سمعت انه فحصوا الصول طلع فيه نايلون لهون وصلنا والريزولت بأكتر من 40 بلد ما بعرف بتعرفوا أنا ما بسمع أخبار عن جد هلأ لسألت ماري جو عرفت أنه لقطوا اللي قتلوا لجافن فورد هيك زعلت أنه سبب الجريمة هالقد بشعة وهالقد عم نوصل وهالقد عن جد ما بعرف شي كتير كتير بزعل فأنا أخذ قرار من سنة 95 وقت قررت أجي أعيش بلبنان كنت بكل عمري أنا عايشة هون على عمر 18 فليت على كندا درست هونيك وقررت كنت عايز خلص مش راجع عائلتي كلها هونيك انغرمت ورجعت لحتى عايش بلبنان أنا وجوزي بس أنه أخذت قرار بوقتها أنه ما لح أسمع أخبار وأنا عن جد والحق وحياة ولادي من 95 لهلأ ولا مرة بحضر نشرة أخبار ما بقدر ما فيه يعني بحس أنه مش معقول إنسان يقدر يسمع أخبار ويضل بعقلاته فأنا بنصح كل إنسان بهالبلد لأنه ما له معنى تسمع أخبار هي ذات الأخبار ضلت تسمع وعم ضحكوا علينا يعني 25 سنة من وقت ما جيت لهلأ ما سمعت أخبار وما بتصور أنه قفيت شيء مهم لأنه بعدنا مكانك راوح هلو كيفك مدام سؤال ليه التوم المفروم بس نفرزه بيصير لونه أخضر وكيف منفرز البصل ني مثلك انا البصل فيكن تفرموه وتحطوه ني فيكن تطبخوه يعني مثل ما قلت لكم وتحطوه بالفريزر موجود الفيديو على فيسبوك اذا بترجعوا على فيسبوك بتلاقوا الفيديو تبع كيف بعمل البصل انا والثوم بس تفرموه لحالكم الثوم شو مشكلته انا ما بفرمه انا بهرسه بالهاند ميكسر وبحطه بالفريزر اجمالا اذا حطيته بسرعه وسكرت الهواء عليه ما بيصفر بس يشوف الهواء ويصير في اوكسيداسيون بيخضر شيء طبيعي ما تعتلوا هم ما بيصير له شيء ابدا اذا خضر سوري اذا جاوبتي ما كنت على السمع بليز ما بقدر هذا الشيء بيزعجني كتير يعطيك العافيه مدام مونيك احلى شيء فيك انك بتعلمينا كيف نتهنى باكلنا بحبك كتير ميرسي وانا بحبكم كمان كتير Voice. Okay. Monique, بدي أسألك إذا واحد أفوق هيت
يعني ما عنده أوقات شهية ولا فضي يأكل، عرفتي كيف بيرجع بيقدر يرجلج حاله؟ بيرجع بعدين بياخد وقعة بتمعلي له معدته كتير وبتنصحه، عرفتي. أنا الشغل اللي ما عم بقدر امشيها بالدايت إنه بقفي وقعات أوقات ما قلي نفسي أكل، برجع بيكل الدوبل بعدين، كيف هالواحد في حلها؟ إذا هاي مشكلتك وعطير وعطول عايشة فيها، جربي ما تقفي وجبات حتى لو مش طالع عبالك، يعني نقي اشياء بتتقبليها اكتر، يمكن ساندويش لبنة، ساندويش جبنة، انه ما بعرف جاوبك اكتر من هيك. يعني اذا الواضح انه كل هاي هي مشكلتك، احلى شي الواحد يعرف شو مشكلته. سو اذا انت مشكلتك بس تقفي وجبة بتاكلي دوبل بعدين، ما تقفي وجبة، it's very simple. كل شي طالع عبالك، يمكن اشياء ناشفة، اشياء ما فيها صوص هيك. حدا عم بيقلي هاي تقريبا 10 ساعات سواقة بالنهار، شو فيي اعمل طريقة تما اكل من طريق شي مش صحي؟ واذا سواقة بتحرق الكالوري، اكيد 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 السواقة ما بتحرق كالوري نهائيا، وكتير هين انه اللي بيسوق كتير بياخد معه لانش بوكس، بتجيبه لانش بوكس بتحطه فيها اكلات تكون كل النهار، وانا بحط فيها علبة تلج، وكمان عاملي فيديو كمان عنا على فيسبوك تبعنا اذا بتكون تحضرون، ما هيك تساعدكم كتير. بس انه اللي بيسوق هيك وما بتاخد معك كتير مصاري، ما بتصرف، ما بتشتري اشي بلا طعم، بتاخد ترويقتك وغداك وعشاك معك بالشغل. مونيك، كاكاو فور بريجننت وومن از سيف، اذا كاكاو بس بلا هالسكر اللي جايبين له، هالضحك على الدقون والفيتامينات اللي عم بيزيدوها، ما في مشكل ابدا. الجمعه الماضيه كنت عم تقولي فيه كافيين، ايه بس انه فيه كافيين شوي، شو هالمشكلة؟ واذا يعني فيه كافيين اكيد فيك تشرب فنجان قهوة اذا انت وحبلي، يعني اكيد. هاي مونيك، انا كريستال، حطتلي 6 كفكير عدس بحامض وأبعة وسط، فيي اخد 4 كفكير عدس بحامض وأبعة وسط بينات مع تمر؟ مرسي، بليز احكي كريستال، اوعى تاكلوا اذا كنتوا شبعانين، مش حتى لو كريستال حطتلكن 3 وانتوا شبعتوا ما بتزيدون ابدا ابدا، اوكي؟ بليز احكي كريستال لانه هي فايلة معك وانا ما بعرف الفايل منه قدامي. يعني مونيك، انا عندي بناتي 6 و 5، اذا بدي تعميهم شي سكري شو الممكن تعميهم دي ويكون منه مضر للصحة؟ بتعرفي في قصص كتير. وسؤال عن المربى شغل البيت، شو بتقولي عنه؟ رائع المربى شغل البيت، اكيد يعني مليونين الف مليار مره مربى شغل البيت ولا مره شيء من السوق. عمرهم 6 سنين و5 سنين بدهم ياكلوا شيء حلو، انه اذا طلبوا، مدام انا مثلا اذا ابني ماما قال لي ماما طالع عبالي هيدا الشوكولا، بقول له يلا اوكي، اذا في محل قريب حدكم ننزل بنقصدر انا وياهم، كانوا بهالعمر 6 سنين 5 سنين، كتلاقي حجه حتى نظهر من البيت نعمل اكتيفيتي، نظهر بعطيهم حق الشوكولا، بيروحوا بفوتوا على المحل بيشتروا بناكلوا وبنرجع. يعني ما تعقدوا حياتكم عن جد، انه انا ولا مره بعمل جاتو تطعميهم شيء سكري، اذا قالوا لي طالع عبالنا جاتو بنقعد نعمل جاتو، ونقعدهم صغار يعني اولاد، شو 5 سنين 6 سنين، شو ما بتجيبي لهم بياكلوا، شو ما بتعميهم بياكلوا. يعني هاي شغله مهمه انه انتم تكونوا ان كنترول على شو بدهم ياكلوا. مش ما بحياتي عقدت حالي، هلا بنكون بالصيفيه ما مطلع على بالنا بوزه، يلا بننزل من الساتيليتي بنروح على محل كتير طيب بوزه، يعني مع انه منه عاوز دعايه، بناكل بياكلوا بوزه، اوقات انا باكل معهم اوقات ما على بالي، بس إن انا تجيب بوزه وحطها بالفريزر، هاي ما صارت، وبيشهدوا كل الجيران، كل ما يكون عندي عزيمه هن بيفلوا من مال السكيورتي والجيران، بتوزع الاكل كله، ما بيبقى شيء عندي ولا شيء، بس انه ماني معقده ولا بحياتي عقدت حدا. هاي مونيك، انا لانه اسمعوني منيح، لانه انا ما عندي اراده، اوكي؟ لو انا شخص بيطلع بالشوكولا وما بيعني له ما كنت بخليه بالبيت، بس انا هلا حالفه، اوكي؟ ليرجع ابني من السفر ما حط لقمه حلو بتمي، صار لي 3 اشهر مش دايقه الحلو، ما بجيب هلا ما بتعت يعني، بس تساعد انا لانه انا عندي ضعف اراده، اوكي؟ ما بجيب لانه انا اذا شفت لوح شوكولا وخاصه اذا شوكولا بحبه ما بقدر نام اوقات، بوم بدي بستحلي مثلكم مثل حيالله انسان. سو تساعد انا ما بخلي اشي بوجي، ما بعرف كيف بدي افسركم، كيف بدي اوصل لهالحرك لهالمساج. هاي مونيك، انا كنت 66 كيلو عملت دايت عند اختصاصيه، ضعفت 10 كيلو ب3 اشهر، من سنه رجعت نصحت ل10 كيلو، اكيد هلا حترجع تردي فوقن اكثر. قد ايه مزبوط انه بعد الساعه 6 المساء ما ناكل شيء بس نشرب زهورات وشاي لتاني نهار؟ هلا شيء صحي؟ شيء صحي ايه،
فيك تعملي كل حياتك اعمليه، ما فيك تعملي كل حياتك ما عملت شيء. بحبك 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 كتير، يا الله شو مهضومين. هاي مونيك كيفك؟ بس بدي اعرف عن البزر دوار الشمس قد ايه المفروض اكل؟ انا بعرف قد كمشه الايد، بس قد كمشه الايد اللب ولا مع القشور؟ لا قد كمشه الايد الكبيره مع القشور اكيد اكيد اكيد. مساء الخير مساء الخير، اين انت مدام مونيك؟ زوجي وزنه 60 وطوله 1.68، شو بعمل حتى يزيد وزنه؟ شو هن الاكل اللي بيزيدوا الوزن؟ عمره 38 سنة. بدي اسألك، لما بدنا نسلق دجاج نكب اول زوم من بعد ما نغلي اولهم؟ لا انا ما بكب الزوم، بس بقشره كله كله بسلقه بدون شي. جوزك ضعيف، خليه ضعيف مدام، خليه ضعيف بليز، عن جد حبيه مثل ما هو ضعيف، ما تنصحوه، ما بيسوى ابدا بهالعمر يعني خاصة. ليه عم بيحكي عن تأثير؟ اللي عم بيحكي عن تأثير جوابونا من برا رقم 49 ببلش ما بعرف اي بلد. اللي عم يحكي عن تأثير المواشي، انا ما عندي معلومات، بس بعرف انه في كتير في تأثير كبير بالاحتباس الحراري، وقدي كل كيلو لحم بكلف مي، كل شي ضل مثل ما خلقه ربنا منيح، وكل شي لعب فيه الانسان خربه. لو نحن بحاجة لحم كتير كان ربنا خلقنا مواشي كتير. ربنا عارف قدي نحن بحاجة من لهيك تلت أرباع الأرض مي. أنا كتير متأسرة بموضوع الحيوانات والظلم اللي عم ينظلمون للحيوان. ضربت عن إنجاب وما عندي أولاد ولا بدي جيب، لأنه ما بدي يجي ولد يشوف الناس كيف صاروا مستعدين يعملوا كل شيء كرمال المصاري، وهن ما عارفين أنه بس يخرب الكوكب المصاري ما لح تعملهم شيء. مزبوط كتير 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 حكيك مدام مسيو، ما بعرف مين عم بيحكي. عن جد عن جد عن جد انه لو منترك الاشياء مثل ما ربنا خلقها كان كتير منيح. الانسان ما عم بيشبع وما عم بيفهم انه العمر، انه الارض ما بقى فيها تتحمل كتير، قديه عم نخرب وقديه بدنا ناكل وقديش بدنا وبدنا وبدنا، بس هو لا بايدي ولا بايدك ولا بايد حدا، هي الارض لح تعرف كيف تنتقم منا كلنا ولح تقتلنا كلنا بعد شي كم سنة. عن جد انا ما عندي شك انه الارض will survive. الارض عاشت من ايامات كان في من وقت ما كان في شو بقولولون، لا مش هدول الحيوانات اللي انقرضوا ديناصورز يعني، لا انا الزهايمر ضارب اطنابه، من ايام الديناصورز، من ايام يعني صار لها ملايين سنين الارض عاشت، الارض لح تعيش، نحن اللي ما لح نعيش بقى، نحن لح نموت، نحن عم نجيب اخره نحن. بونجور، مرة سمعتك عم بتقول اللي وجه ضعيف تعمل بوتوكس، المواد اللي بيحقنوها ما بتأذي؟ ما بعرف مدام، أنا ما قلت هيك، بليز 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 ما تحكوا يعني ما تقولوا كلام عني. أنا قلت إذا وحدة وجه ضعيف وكتير كتير كتير هالشي زعجة ومتأثرة ومنا حابة، أو شي وحدة بتكون سألتني سؤال إنه ما بدي أضعف مثلا لأنه بيروح وجهي، وهي عن جد قلبها ما بيحمل بقى نصاحة، أنا بقلها مدام بفضل إنك تضعفي، يضعف وجهك، وإذا اضطريتي يعملي شوية بوتوكس. إيه هيك اللي قلته؟ إيه قديش بتأذي المادة اللي بقلبها؟ I have no idea. بخصوص خشبة الفارم، أي أحلى الخشب ولا لونه أبيض؟ شو فهمتي جو؟ خشبة الفرم، الفرم أيها أحسن. أوكي، بخصوص خشبة الفرم أي أحلى، الخشب ولا لونه أبيض؟ الاثنين مثل بعضهم، الاثنين بدهم ينكبوا وقت كتير كتير يصير فيها جور وتعبي فيها حشو، الاثنين لازم يتغسلوا بماء سخنة، والاثنين لازم يكون وحدة فيها للحمة والسمك والدجاج ووحدة للخضرة، ما بيسوى أبدا أبدا تخلطوهم مع بعض. وهلأ صار في إزاز بالسوق، إذا فيكن جيبوا الإزاز يمكن أحسن نوع هو الإزاز. أنا واحد عنده سكري، المعكروني سكر، المعكرونة وقمح قديش بيسوى ياكل؟ إذا خبصنا بيأثر على المخزون؟ أكيد أكيد بيأثر على المخزون، ما كله نشويات، إنه فيك تاكل فيك تاكل باعتدال، لازم تشوف أخصائي التغذية تعلمك كيف بدك تاكل منهم. شور، أنا بس أشرب مي كتير بحس بطني بتنتفخ بطني، يعني بصير إلي بطن، إذا بخفف شرب مي بحس إنه عادي بطني مرتاح ما في.
ايه حبيبتي، وانا بشرب عصير كتير، يعني كيف واحد مدمن شيء، انا مدمنة عصير يعني كتير بشرب عصير، فعصير اكيد طبيعي يعني فريش مش هيدا. بحس كمان انه هيك ما باكل اكل كتير، يعني ما في اكل عندي، بس بشرب عصير، فبس عندي بس بطن كرش، يعني هيدي مشكلتي. انه قدي هيني مشكلتك مدام، يعني ياريت مشاكل العالم كلها مثل مشكلتك. ايه وقف اشربي عصير، العصير كتير بينصح، والعصير منه منيح ابدا ابدا، واكيد اكيد 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 ما هو العصير اللي عم بيعمل لك نفخه، مش المي ابدا. ربنا خلق المي مش جوله تشربي كتير، يعني بتشربي مي ونفق وعصير، ما هو الحلو السكر يلي بيسبب هالنفخه هيدي. لاحظت انه شقف بلاستيك، لحظه بس، هاي مونيك بجالونات المي اللي بنشتريها بالديسبنسر، لاحظ انه في شقف بلاستيك وعم نشرب ونطبخ منها، شيء مش منيح؟ شقف بلاستيك؟ ما بحيات حياتي شفت شقف بلاستيك بالمي الديسبنسر، ما بعرف منين بجيبوا الاخبار صراحه، ما بعرف. بونجور مونيك، كيف صحتك؟ بالنسبه للعضل، اذا بده يعطي، اذا الانسان بده يعطي فوليوم للعضل اللي عنده، الافضل كل يوم يشغلها للعضله ولا كل 48 ساعه مره؟ لا، اجمالا يوم ايه يوم لا. يعني اذا عم تعمل، تنقول انا مثلا بركض التنين تلاتة، بعمل upper body، يعني ما بحرك زيت العضل زيت النهار بزيت المحل على طول، لا، احسن انك تنوع، لانه العضل بيرتاح وبيرجع بيربي بيعبي جلوكاجون يلي هي الطاقة اللي بيستعملها احسن. هيدا بيشرب مبيد بيسكر بيصير يشوف حاله ضعيف. دراسات اختصاصات ماري جو لك جو، انت مرتك هيدا ما بعرف كيفك تحكي لنا اياها، خليها مالي ومالا. اوكي، اعطي خبزك للخباز الا لو اكل نصه. لا ايه. مونيك كيفك؟ يعطيك العافية مونيك. بس سؤال، تقريبا على التريدميل على التبيرولونت قد ايه مفروض نمشي كل يوم تقريبيا، يعني مثل المارش العادي على الطريق ولا مثل ما بدك؟ بقولوا انه بتضر الاجرين وكذا، بس بليز بدي حسب انت مين، حسب انت مين، انت قديشك رياضي، عضلاتك قديشون منيح، مفاصلك قديشون منيح. انا وقت بسافر مثلا ببلاد ما في ركض على الطريق، بنزل على التريدميل، بركض على التريدميل بالاوتيل، او ما بعرف، سواء رحنا مره على الباخره مع الاولاد انه كنا نوع على بكره انا وجوزي نطلع نركض على التريدميل، ما في مجال، يعني بدي اركض بدي اركضهم، بس انه ايه التريدميل اقسى على المفاصل اكيد. هلا انت بتحب تمشي، فيك تمشي برا، فيك تمشي جوا، اللي بدك اياه، انت بتعمل اللي بيريحك، وما في قانون للكل. مش مزبوط انه التريدميل بتأذي المفاصل اذا انت ما عندك مشاكل بالمفاصل اصلا، عرفت؟ واذا عندك مشاكل فيك تمشي على سرعة اقل سرعة اكتر، كل شخص وضعه خاص. هاي مونيك، انا جبت بيدومتر من عندك من شي 2 ويكس، بس صراحة انصدمت لقيت حالي اذا لحظة بس صراحة انصدمت لقيت لي اذا ما السدت امشي اكتر شي عم بمشي 4000 فشخة، الا لما روح امشي لوصل ل 8000 فشخة مع انه ضعيفة. شو الصدمة؟ ما فهمت شو الصدمة. ايه هيدا هو المزبوط، ايه انه 4000 فشخة كتر خيرك. في ناس ما بتعمل 1000 فشخة بنهار، ولازم تعملوا 10000 فشخة بنهار، 8000، 10000. ايه حتى لو كنتوا ضعاف، قلبكم وكلويكم وكبدكم بحاجة انه يشتغلوا، بحاجة انه يحركوا، بحاجة انه يتنفسوا، اكيد. ايه بونجور مونيك، اذا عملت كل يوم سبور ماشي ساعة بكفي ولا راكد بيفيد اكتر؟ انه يعني اذا انتم ما بتعملوا رياضة، فرض مرة بتكون تركضوا، انه واحد عم بكب حاله رح توقفي، بلشي شوي شوي تدريجيا، وعملي كل يوم احسن عن يوم، مهم تلاقي شيء تقدري تعمليه كل حياتك، عرفتوا؟ انه انا بحب اركض، بس انا اخدتني كتير 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 تصرت اركض، مش انه وعيت هونيك نهار وقررت اركض. من شو هيك قررتوا تركضوا؟ بتركضوا 10 متورة بتوقعوا بالارض. موجور انا عاملة نظام غذائي عم بضعف، بس اشرب مي بنفخ بطني كتير، بطلت اشرب لحتى اعطش مزبوط منيح. ايه هو انسان ما لازم يشرب الا وقتا يعطش، اكيد اكيد اكيد. انا صار لسنين بقولكم ما بقى تشربوا هيك زيادة ابدا. هلو دكتور، انا ماني دكتورة، انا اخصائي تغذية. هلو، I'm very happy listening to you and I'm one of your patients and happy with your team at مزرعة كلينيك and I'm buying all your products, they are delicious and happy of organizing my food style. يعطيك العافية دانيا. Thank you دانيا.
خدوا بقى على الضحك، بيبعتولنا باطل ديتوكس يا عمي هالشركات، لك الله يساعدكن الله يساعدكن. نشوفوا شو بيبعتولكن صور، يا الله قد ايه عم بيضحكوا عليكن. ما هي هي اللي عم بحكي عنها، التلفزيونات اللبنانية اللي بيخلوا ينشهروا عالم. اوكي بونجور مونيك، يعطيكي العافيه. بدي اسالك بالنسبه للبصل يلي منقليه بالزيت وبنرش له ملح ليصير مقرمش، بنحطه على وجه المدردره وال خلصت. انا ما بحطه بصراحه وما وقفت عها، يعني اذا هالقد هي شو بده يلحقك انت ربع بصل مقليه بالزيت، انه اذا طالع على بالك وهيك شهيتين المجدرة، بس انه شو هالمشكلة؟ شو هو هيدا بالنسبة للدونات؟ شو هو هيدا بالنسبة للجاتويات؟ شو هو هيدا بالنسبة للأرجيلة؟ شو هو هيدا بالنسبة انه بتقعدوا كل النهار ما بتعملوا شيء؟ وقفت على تقشيرة البصل اللي رح تحطوها بصلة واحدة حتقلوها بالزيت هيك تتزينوا عليها انه ماشي. هاي مونيك بليز بدي اسألك، الشعر بيضعف وإذا ايه بليز فيك تقليلي قديه بدنا نشرب بالنهار؟ بتشربي بس تعطشي مدام، بس ما بتشربوا غير مي، يعني بس اذا بتحترموا جسمكم انه بس تشربوا مي بس بس بس، هيدا اهم شغلة. شفت انت بعتيلي اول مساج ساعة واحدة الا ربع، رجعتي بعتيه واحدة ورجعتي بعتيه واحدة ونص، ما قدرت اقريه للتنتين. لو كنت بعتيه من اول مرة وما رجعتي بعتيه كنت قريته من زمان. عم بقرأ بالدور صدقوني، ما بقى حدا يبعت أصار ساعة تنتين أصلا لك أنا وين بعدني. بونجور مدام مونيك، بونجور مدام مونيك، أنا عامل قص معدة من 4 سنين، كل شي تمام ولهلأ أكلي خفيف يعني الوجبة كتير صغيرة، بس عندي مشكلة إنه زايد شوي وزني بعد الزواج، وآخر فحص عملته كانت الدهون تحت المعدل، بس عندي مشكلة مع الشوكولا وبفيق بالليل جيعان لأنه بنهار ما بقدر أكل والزيادة عم بيكون بالأرداف والفخاد. شو الحل؟ حترجع ترد كل الوزن اللي ضعفته؟ ما بقى تجيب شوكولا على البيت؟ ما بقى تجيب شوكولا على البيت؟ تعال عنا عمول رياضة بليز بليز بليز، حتى لو عامل عملية ما هيدا اللي بيصير، اللي بتنزل هي الشوكولا وكتير عم بياكلوا شوكولا بعدين. بونجور بدي اسأل، انا عم بعمل نظام غذائي لي شهرين عند اختصاصي التغذية ومن فترة بلشوا ضفيري ينكسروا، معقول هالشي من النظام؟ مدام طب شو عرفني انا شو هو النظام تبعكن؟ انه اذا عايش بمجاعة ايه، انه عنا في ناس بيعملوا وما بيضعف وما بيكون في مشكل. يا شو جو كمل اوكي، لكن رح اعتذر من الهوى، بس اللي بعته لهلا رح ابعتكم الجوابات تحت الهوى. بحبكم كتير كتير كتير، ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام تبع صحي وسريع دايت، نبشوا علي وعملوا فولو لانه كتير عم ننزل اشياء حلوة، كل يوم عم نطبخ اشياء وهيك عبالي فرجيكم كيف انا عايشة على طريقة صحي وسريع كل يوم. بحبكم كتير كتير كتير، تابعوني على فيسبوك وعملوا لايك وسي فيرست، مش بس لايك لانه فيسبوك كتير 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 عامل ريستريكشن، يعني اذا ما بتحطوا لايك واذا ما هيدا ما بتشوفونا بقى، والانستغرام كذلك الامر. واللي بده يعمل فتاست يبعت لي معي بعد شي 5 دقايق اعطيكم فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع. I love you all. باي باي. باي جو. مرسي. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور، كل جمعة 12 الظهر على جرس تخوك. صحي وسريع.